انا في بس كانت مشكله كانت بتواجهني دايما مع المشايخ عامه، عشان بس نبقى عارفين، اي امام، اي خطيب، اي حد، ده بالنسبه لي كان اعلامي، معاملته مباشره مع الجمهور، فبيأثر فيهم من خلال اللغه ومن خلال لغه الجسد ومن خلال الاشاره ومن خلال كل حاجه. من هنا جه الانطباع، ممكن حد يجي يقول لك ايه والله الشيخ ده مش تمام، الشيخ ده كويس جدا، الشيخ ده بيوصل المعلومه كويسه جدا. ده من خلال ايه؟ من خلال الاسلوب. احنا مفهوم الاعلامي اساسا اسلوب. كان زمان يجي يقول لك لما كنا نيجي في كليه اعلام، انا اعلام القاهره ومعهد سينما، لما كان يجي الدكتور، لما كان جه واحنا لسه صغيرين جدا بيشرح لنا، بيقول لنا يعني عشان كنا داخلين بندرس الاخراج، يعني كان كل واحد بقى بيتخصص اذاعه وتلفزيون والكلام ده كله، فكان بالنسبه لي انا كان حلمي الاساسي الاخراج قبل ما اخش الكليه، يعني انا داخل الوحيد داخل الكليه او داخل درس الدراسه بتاعتي بناء على حب ليها، كنت شغال قبل ما ادخل الموضوع ده. وفسرها لنا في منتهى البساطه بحاجه بسيطه جدا وحاجه بالبلدي عشان كلنا بقى عارفينها كده. قال انا جبت الواحد صينيه وجبت له بطاطس وفراخ ومش عارف ايه، وجبت واحد تاني بطاطس وفراخ، قلت له كل واحد يعمل الصينيه دي، ايه اللي فرق؟ ايه اللي الاثنين هيطلعوا زي بعض؟ ايه بقى اللي بيفرق؟ غير اللي اسمه ايه احنا بالبلدي؟ النفس. قال لي هو ده الاخراج. بمنتهى البساطه كل واحد ليه المخرج او الصحفي او الامام، هو نفس، سلوك، اسلوب. فكان دايما بتعريف اي شخص اعلامي او اي صحفي بقى، ان كان مخرج اذاعي، يقول لك الشخص ده هو المخرج، هو اسلوب، ازاي ان انا اثر في الناس اللي قدامي، ده بالنسبه لي كاخراج. طب انا بقى بالنسبه لي اللي قدام الكاميرا هاثر فيه ازاي؟ احنا كلنا دلوقتي احنا مش بنتكلم بقى خلاص، الميديا احنا الميديا بتتطور باستمرار، دايما بنشتغل على الاول التلفزيون والراديو والكلام ده كله، يعني انت كنت بتتاثر بالسمع بالراديو، وكلنا لحد دلوقتي ما زلنا بنتاثر باذاعات القران الكريم. ده اللي هو ايه بقى؟ اول حاجه الاذاعه كانت بتحافظ على ايه؟ على الخيال. انت مش عارف ان اللي قاعد جوه الاذاعه ده بيعمل ايه؟ قاعد ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ فاتنقلنا من حوار الاذاعه، بقت الاذاعه مصوره. بقت الاذاعه بتطلع لايف قدامك وانت شايف بقى الشيء، فبقى يحافظ على يعني شبه نفسه وشكله والكلام ده كله. وده في حد ذاته اخطر حاجه في الموضوع، هجي لكم فيه بعد. بعد كده اتطورنا بعد كده للتلفزيون. التلفزيون الشيخ اللي جاي نمطي، انا اللي عامل البرنامج بتاع البرامج كلها بتاع الدكتور اسامه الازهري، الحق المبين ويحب الجمال وكل السلسله اللي كان عاملها في قناه دي ام سي والمجموعه دي كلها. فالشكل النمطي بتاع الشيخ، انت حضرتك دلوقتي بتفتح القناه بتلاقي الشيخ قاعد بطريقه معينه، شكل معين، فانت خلاص انت حفظت شكله. والله لو لابس بدله هتقول له ده شيخ، مش فارق معاه الجب والفطار والكلام ده. فابتدى من هنا كل واحد بيلسه. فتخيل انت بقى دلوقتي انا بتكلم معاك دلوقتي وانت مش مستحمل اسلوبي، فانت هتكمل معايا ازاي اي فيديو ولا اي كلام ده كله؟ فانا دلوقتي على السوشيال ميديا او على التلفزيون، انا دلوقتي في شيخ عمال يقول لي ساعه، وكل كانت البرامج اللي كانت بتنجح دايما عندنا كلها برامج الفتاوى. ليه؟ كل الناس بيسال في نفس السؤال وبيجي لكم انتوا حضراتكم اسئله، هو نفس السؤال بتاع شهر رمضان بتاع كل مره، والله يا شيخ لما احط الاطرف في مناخيري دي بتفطر ولا مش بتفطر؟ حد فيكم ما جالوش السؤال ده؟ كل سنه بيجي السؤال. تمام؟ فخلاص هو الشكل بقى شكل نمطي، حتى شكل الاسئله بقت نمطي. لا انا دلوقتي بتكلم في لازم اواكب الحدث، اواكب التطور. انا دلوقتي الشيخ قاعد قدام المذيع او المذيعه، ايوه حضرتك اهلا وسهلا كذا 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 كذا. لا خلاص انا دلوقتي الموضوع بقى اخطر بكتير، انا دلوقتي ازاي اتواصل مع الناس على السوشيال ميديا؟ ومن الحاجات اللي انا بشوفها سيئه جدا، ما فيش حد كان دايما في الجانب الديني بيهتم بازاي ان انا ابقى شكلي طالع عامل ازاي. انا خلاص طالما لبست الجبه والقفطان وزي الازهري بمعنى صح، مش عارف هو بيتسمى ايه بالظبط، بس لابس الزي الازهري
خلاص انا كده بقت الشكل الكامل بتاع الشيخ بالنسبه لي. خلاص هو دلوقتي الشيخ لابس خلاص. لكن في نقط مهمه جدا يا جماعه ديت انا كنت بضايق منها جدا. الشيخ ما كانش بيبقى جاي مهتم ازاي بيتكلم، مهتم ازاي القعده، مهتم ازاي الوقفه. يعني بصور انا دلوقتي كنت لسه بتكلم مع محمود، بشوف الحاجات على الفيديو على وزاره الاوقاف، في حاجه اسمها العين بترتاح ازاي للصوره. يعني انا ازاي لما اجي اصور او اجي ابص على حاجه ببقى مستريح. يعني انا دلوقتي لو انت شايفني اللي فوق ده فاضي والجزء اللي وفتحت الكادر انا الحته الصغيره دي، هتلاقي في حاجه غلط. انت مش عارف ايه الحاجه غلط، علميا احنا عارفينها بس انت شايف حاجه مش مريحاك. اي حاجه العين ترتاح لها هتبقى صح. ده مبدئيا العين هي عباره، اي العين عشان اوصف لكم، يعني دلوقتي انا ده جسم الكاميرا، ده الترايبود اللي هو الاستاذ اللي حطت بيصور دوت، ده ترايبود اهو تمام. وده الكاميرا، دماغي الكاميرا. فين العدسه؟ اهي العدسه دي هي اللي بتشوف. هي بتشوف ازاي؟ يعني انا حركات الكاميرا واللي هي بالدراسه الاكاديميه انتوا مالكوش دعوه بيها، بس حركات الكاميرا انا لما اعمل دماغي كده، اعمل دماغي كده، دي حركه كاميرا. اعمل دماغي كده، اعمل دماغي كده، حركه كاميرا. دي لها مسميات علميه. حركه الكاميرا ديت اللي هي بتاع جسم الانسان، هم اخترعوا موضوع الكاميرا ديت من فكره العين. يعني لو احنا نطبق عملي، لو انت بتعمل ايدك كده وبص على ايدك هتلاقي اللي وراك بالمصطلح دي فوكس. اللي ورا انت مش شايفه، انت شايف لو انت مركز على صباعك اللي وراه. لو انت بصيت للي وراك هتلاقي صباعك دي فوكس، دي حاسه في العين، سبحان الله ربنا خلقها. فالكل كل الناس حاولوا يوصلوا لنفس الميكانيزم اللي بيحصل في العين في الكاميرا. فاي حاجه غير مطابقه للطبيعه العين ما بتستريحلهاش. يعني انا دلوقتي عايز اجي لك، هروح لك انا بنفسي كده، دي العين دي كده حركه طبيعيه. لكن انا واقف العين بتطلع وتيجي مستحيل. ده اللي اسمه ايه، احنا بنسميه الزوم ان والزوم اوت. فهتلاقي العين مش بتستريح. لكن لما عايز اروح لحد، عايز اقرب له اشوفه كويس، بروح له انا بجسمي كده، ده جسمي كده، دي حركه طبيعيه للعين على طول اوتوماتيك. فانا عشان اصور، عشان ابتدي اعرف ازاي ان انا اوصل للناس كويس، اخلي الصوره انا مستريح لها. مش ان انا مش مساله ان انا بحط الموبايل واعمل كده مثلا، ماسك الموبايل هزه بقى وعمال اتكلم. ما انت يا جماعه ده بيتنقل، ده بيحصل لي توتر وانا بتفرج، فهعمل ايه؟ هعمل شيء. وخاصه احنا دلوقتي في ميديا خطيره جدا. انا لو ما وصلتش للناس بنفس اسلوبهم وبنفس طريقتهم وبنفس الحاجات الادوات اللي بيستخدموها انا مش هنفع، يعني انا مش هوصل لهم. هي اسمها كوميونيكيشن. يعني جامعه القاهره اسمها ايه؟ ماس كوميونيكيشن. جامعه القاهره كلية الاتصال هي الكوميونيكيشن ما بينك وما بين الناس. ازاي بقى؟ اللي هي بالبدايه اول ما بتيجي تخش الكليه عشان تبقى عارف، او اي مكان، بيقول لك نشأة اللغه، النظريات نشأة اللغه اللي هو في الايه وعلم الادم الاسماء كلها. دي الناس كلها بتروح ليها عشان تريح دماغها، ما تناقشش اللغه عشان ما تعرفش يعني ايه نشأة اللغه. سوري يعني لو احنا حطينا اعزكم الله مثلا شخص عايش في بيئه كلها حيوانات وفضلنا سايبينه فتره كبيره، لو طفل مش شخص كبير، طفل اتولد عاش في وسط انواع كتير من الحيوانات، الطفل ده هيتعامل معاهم ازاي؟ هو ما اتعلمش لغه. المعاشره بالظبط، وهيفهم لغتهم وهيفهموا لغته وهيتكلم معاهم. دي كان من ضمن النظريات، نظريات اللغه، نشاه اللغه. فاحنا كنا لما يجي حد عشان خاطر نريح دماغنا في الدرجات في الامتحان، ازاي يا جماعه اللغه طلعت؟ فحط الايه القرانيه ورايح دماغك. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. فهم بقى ايه؟ مشيت كده. فدي كانت من ضمن نفس الشروط، ودي نظريه سليمه. لكن انت ما جيتش بقى لما تيجي تسال نفسك بقى بعد كده، طب انا دلوقتي طفل اتولد عاش في وسط مجموعه حيوانات، هيتواصل معاهم ازاي؟ هي بقى ايه التواصل؟ تخيل بقى انت بتتواصل مع بشر، هتتواصل معاهم ازاي؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم، كان دايما اللغه بتاعه المشايخ او اي حد كان بيبتدي يشتغل، كان دايما اللغه بتاعته كانت بتبقى ممكن تبقى غريزه، ممكن تبقى لغه تقيله، ممكن تبقى اسلوب تمام، وما اروحش للركاكه. يعني انا ما اروحش برضه، لازم احافظ على شكل برضه الشيخ اللي هو عندي وقار. انا دايما يا يعني مش حابب ان انت تقول الكلام ده،
يعني هو دايما كده في حاجه، بس انا ممكن اوصل للناس بطريقه بطريقتهم بطريقه بسيطه، وفي نفس الوقت محافظ على مستوى اللغه بتاعتي. يعني احنا زمان كان الف به نظريه الخبر، مثلا دلوقتي انا عندي خبر في الاوائف، لما اجي اقول ايه محمود، دكتور محمود قعد مع دكتور فلان اتغدوا، هو ده خبر يا جماعه؟ ده مش خبر. كان زمان النظريه بتاعت الخبر يقول لك ايه، لما اجي اقول سوري يعني كلب عض رجل، هو ده طبيعي؟ نظريه الف بيه صحافه، كل الصحفيين لو حد من الصحافه يعرفها. طب ايه الخبر بقى؟ لما يبقى خبر رجل بس كده، اللي هو الخروج عن المألوف، مش اصطنعه، ده خبر. انما تيجي تقول رجل عض كلب، ايه ده يا جماعه ده انتوا بتهزروا، فهتبص للخبر. فكان عندنا بقى ايه انواع الاخبار التلفزيونيه كلها، اللي هي بقى ما بين الصفر وما بين الكلام ده كله والفضائح، اللي هو مثلث اللي هو 3S السبورتس وسكاندل والسكس، اللي هو مثلث الاس دوت، اللي هو ازاي ينتشر الخبر بسهوله. ان انا اقول فضائح، اقول جنس، اقول رياضه، وده اللي داير في المجتمع كله. ما فيش حد ما بيحبش الرياضه، في اللي بيحب الرياضه، في اللي بيحب الفضائح. فهتلاقي اكبر مشاهدات على السوشيال ميديا او على اي مواقع انترنت هي ال 3S دولت، الثلاثه دولت، السبورتس، السكاندل، السكس، اللي هم دولت الثلاثه دول. هات لي بقى الانفورميشن بقى اللي هو الحاجات المعلوماتيه. هاجي اشوف شيخ بيكلم، لو حد فيكم لو لقى واحد قاعد كده قدام الموبايل كذا 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 كذا، هيعمل هيبص من جاي بقلب. ايه اللي يخليني انجذب للموضوع؟ اول حاجه الصوره دي مهمه جدا، ليها تكوينات، لازم يكون الصوره واضحه، الصوره نظيفه، الصوره شكلها كويس. اهتموا بالصوره جدا، ما تقولش هو هي الصوره ممكن ما اهتمش بيها في حاله واحده بس، لو انا في حرب، لو انا في احداث، الحدث اهم من الصوره. لو انا دلوقتي شفت واحد بيقتل واحد، الاهم عندي ايه؟ لحظه القتل دي اللي انا اتصور. شكل الصوره مش مهم بالنسبه لي في الوقت ده بقى، انا مهم بالنسبه لي ايه؟ الحدث اللي انا عملته، ان انا نقلت. فدي احداث، دي اخبار. لكن انا دلوقتي بقدم ماده عايز اوصلها للناس بشكل كويس. انا حد بيجري ورايا، حد بيستعجلني، حد بيقول لي اعمل حاجه، لا انا لازم اقدمها بشكل كويس، ولازم مش لازم الشكل النمطي، مش لازم الشيخ يبقى طالع مش شكله مظبوط. انا بالنسبه لي الشيخ الزبون كده، الامام، الخطيب، ده سوبر ستار في مش كنجم ان هو العظمه، لا انا بتكلم ان هو الراجل يبقى عارف يعني ايه اسلوب العمل الاعلامي غير الخطابه. ما الخطابه دي يا جماعه هو لغه التواصل. يعني انا دلوقتي في لغه تواصل بيني وما بين الناس، وانا بخطب بتكلم ازاي ما بقول لك الفرق بقى ما بين خطيب وخطيب. هيقول لك ايه؟ الراجل ده في منتهى الجمال. هو وصل للناس في منتهى الجمال ازاي؟ ما حدش معاشره، بس اسلوبه، هو الاسلوب يا جماعه، الاسلوب مهم جدا، اسلوب الحوار، اسلوب الكلام. فدي بيتوقف عليه بقى ايه؟ بادي لانجوج. لو انا بتكلم معاك كده وعمال اعمل كده ومش متوقع حد بيكلمني وببص كده، دي بادي لانجوج، دي لغه الجسد. يعني انت دلوقتي باجي اسلم على حد، لما بتسلم على حد كده وبتسلم على حد كده وبتسلم على حد كده، ما كله سلام، كله سلام، بس في فرق ما بين الثلاثه. لو انا حد دلوقتي جاي بسلم عليه، بسلم عليه اهلا وسهلا، بسلم عليه اهلا بحضرتك، بسلم عليه كده. دي ما هو ثلاثه مش سلام يا جماعه. ولما حد يكون زعلان، حد يقول له هو انا مش سلمت عليه، ما هو بس انت مش سلمتش عليه، بس انت اللي ورا السلام، لغه السلام فرقت. يقول له انت دخلت على فلان الفلاني ما سلمتش عليه، لا انا سلمت عليه، لا انت ما سلمتش عليه. ما هو دي بقى طريقه، دي اللغه، دي انا مسج بوصلها من خلال سلامي، انا مهتم بيك ولا مش مهتم بيك ولا انت مش في دماغي. فاول حاجه ان انا لما اجي ابتدي اتعامل مع الجمهور، اتعامل بطريقه ان انا لغه حوار متبادله ما بينه وبينه وحميميه. لما اشتغل معاه اشتغل معاه صح. لما اجي اشتغل معاه يبقى الف ب، انا دلوقتي حطيت الكاميرا، بالنسبه لي الصوره مقبوله تمام. يعني لو في ماركر انا هوريكم بس حاجه بسيطه جدا. دلوقتي ده الكادر بتاع الموبايل اهو، عشان نتكلم في كادر التلفزيون عشان احنا كلنا هنشتغل على السوشيال ميديا. الكادر بتاع الموبايل
لو انا دلوقتي بصور الكادر بتاع الموبايل والشخص اللي بصوره راسه هنا، طب حد ماشي انا مش عارف بقى حد. ممكن بس حد يجي يساعدنا في البورد ان احط لهم هنا كده انا مسود ماشي هو بس مفيش الا الرا يعني دلوقتي وكمان عايزين بس ال نجيبها هنا شويه بس كده عرفت ولفها بس كده عندي هنا عندي هنا عشان نسمع بس تمام مفيش مشكله لا كده تمام هو الموضوع بسيط يعني انا هوريكم بس ما تخافش هذا عندي كده حد شايفين يا جماعه معايا كده دلوقتي المساحه الفاضيه دي انت بتشوف البني ادم لما تيجي تشوفه انت دي كده ده كده مساحه مظبوطه ادي الشخص اهو وده كله فراغ ده حجم الكادر ذات نفسه ده بايظ ده لما اجي ابص عليه بايظ في حاجه عندنا مسميات احنا بالمصطلحات العلميه عندنا في حاجه اسمها الهيد روم لو انا ببص شمال او يمين في النوز روم او اللوكنج روم المكان اللي انا باصص فيه انا باصص فيه باصص دلوقتي كده او باصص كده المساحه اللي هي ورا اللي جنب ده اقل كتير من اللي انا ببص لك فيه بدليل انتوا بقى بتشوفوها ما حدش بياخد باله منها لما الضيف بيبقى قاعد مع المذيع بتلاقي الجزء اللي بيبص له اكبر من الجزء اللي وراه لو حصل العكس يعني بنفس المنظر كده ادي كادر اهو تمام وادي كادر التاني اهو في حد هنا وحد هنا لو الشخص بيبص كده اهو اللي وراه فاضي ده منطقي للعين المكان اللي انا ببص قدامه اكبر ده حاجه اسمها في قاعده في الصوره تلت وتلتين التلتين قدام والتلت ورا ده مهم جدا ده مهم يا جماعه للصوره جدا دلوقتي هقوم جاي انا عامل ادي الكادر اهو بتاع الموبايل تاني اهوت ماشي بس انا قمت جاي معدل ادي الشخص اهو بس الكادر بتاع الصوره اللي انت بتصورها في 4 و6 عمرك شفت حد بيتصور صوره بتاع جواز بتاع بطاقه الصوره فوق عالي والدنيا فاضيه تحت ده منطقي للعين ده منطقيه العين دايما تتعاملوا مع الصوره بالعين انا دلوقتي عايز اشوف ازاي ابص ازاي فانا دلوقتي خلاص انا مسكت الموبايل ثبتت الصوره بتاعتي وابتديت انا كان من ضمن الحاجات اللي كنت بقول لسه كنت بكلم معاها دكتور محمود انا دلوقتي واقف بتفرج على صفحه الوزاره يا جماعه احنا في عصر تطور غير عادي ما ينفعش ان انا ابقى في زمن لسه في تطور غير عادي وانا مش عارف اعمل كادر هو مش مطلوب منك انت تبقى بروفيشنال بس مطلوب منك الحد الادنى ان انت وانت ماسك الموبايل تعرف تصور يعني انا وانا ماسك الموبايل كده اشوفه طبيعي اشوف الكادر طبيعي اشوف المقاسات الابعاد طبيعيه تاني حاجه بقى الاحترافيه في 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 اللغه بقى لغه الاسلوب بقى بتاعي دي اسلوبكم ده هو شغلتكم انتوا اسلوبك عامل ازاي بس انا بقى بضيف عليه بقى ايه اللي احنا بنسميها البادي لانجوج بادي لانجوج الاسلوب الطريقه زي مثلا دلوقتي انا مراسل تلفزيوني هتلاقي مراسل تلفزيوني يقول لك ايه كان معكم كذا كذا جاءنا الان 1 2 3 وعمال يقول الخبر تمام وبيختم تمام وتلاقي مراسل دلوقتي في حصل كذا كذا والموضوع ماشي كذا والدنيا ماشيه كذا فانت تلاقيك انت ايه انت رايح بتيجي معاه يعني هتحس ان انت ايه انت 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 مش هو مش لوحده وانت عايز تشوف اللي بعد كده هو بيعمل ايه فاحنا عايزين نكمل غير لما انا اقوم جاي قاري لك الموضوع يعني انا ممكن اقوم جاي قاري الموضوع خلاص انا ما انت قلت معلومه وده قال معلومه زي موضوع السلام هي نفس المعلومه انت قلتها بس ده قالها بطريقه وده قالها بطريقه دي مهم جدا يا جماعه لغه الـ 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 التواصل ما بين بقى اللغه دي بتتكون بقى اما بين لغه الجسد الوش ذات نفسه حد بيسالني سؤال ولا حاجه زي كده انا اديت الرياكشن والرياكشن ده خلاص وصل للي بيسالني انا مش عايز ارد عليك احب دلوقتي بيسالني بقول لي لو سمحت كذا 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 اقوم جاي ساكت اقوم جاي مكمل دي خلاص وصل له المسج من غير ما اقول له فالاعلام دايما اسمه انفورم بدي معلومه بس بدي المعلومه ازاي هو اساسه الاتصال خلاص انا دلوقتي بصور بمسك الموبايل وقاعد كده طريقتي يا بثبت الموبايل
يا بمسك الموبايل لو انا عايز بقى خلاص انا مستعجل وبمشي. لازم ابقى ما فيش يعني الحاجات اللي تحصل لي انا توتر اللي انا تخليني انا يعني. حد فيكم ما شافش فيديو على اي موقع تواصل اجتماعي ومشاه من قدامه ما استريحوش، يقول لك عصبني، هو مش عارف اعصبه ازاي. بس دي سيكولوجيا، دي حاجه نفسيه كده في ممكن طريقه التصوير، ممكن طريقه الكلام، ممكن الاسلوب ده كله، دي كلها ما هي في كذا عامل ان انا بشتغل عليهم في يعني اخراج المنتج. يعني انا ممكن دلوقتي انا جاي زي ما كنت بقول لكم، انا كانت مشكلتي مع المشايخ ان انا دلوقتي جاي انا جاي علمي، انا العلم بتاعي هو يكفي. لا حضرتك انت جاي دلوقتي انت راجل اعلامي، انت في الوقت ده انت راجل اعلامي، خطيب فيزياء اعلامي، امام فيزياء اعلامي، يبقى انا احط الماده العلميه بتاعت حضرتك مع اسلوب الميديا اندمجهم في بعض واقوم عامل ايه؟ مطلع اسلوب نهائي. تمام؟ الوقفه. دايما لما اجي كنت اصور برومو، يعني كان الدكتور مجدي عاشور لما كنت في مقاره الناس كنت بعمل برومو في الـ في الـ في المبنى الازهر هناك، لا مش الازهر، هو كان المشيخه. فروحت اصور البرومو. وقفه المشايخ ذات نفسها، احنا طبعا هو لازم يبقى في مخرج عشان وقفه المشايخ ذات نفسها، طريقه التصوير ذات نفسها، هو واقف عامل كده معزكم، دي مش وقفه حد بيصور خالص. في طريقه وقفه، في شكل الوقفه حتى كمان. دايما معاكم انتوا عشان تبقوا عارفين، لو انت مثلا انكس ان حد من حضراتكم راح في اي مكان، وارد ان انت وهم جايين بيعملوا معاك انترفيو بعد اي حدث، تمام؟ المذيع بيبقى واقف لك عامل كده، واقف لك عامل ايديه كده، انت تلقائيا ما ينفعش تقف كده. الوقفه دي ما ينفعش تقف كده. وقفه الدبس بتاعك لازم يبقى واخد تروكار كده، سنه كده. العمق ده بيعمل ضبط للجسم مبدئيا، وقفتك دي بتعمل ضبطه للجسم وبتخلي شكلك مهندم. الوقفه كده، يا كده، انا الكاميرا كده، يا كده، يا كده. حسب ما هيبقى المذيع عامل ازاي، لكن المذيع ما بقاش واقف عامل لي كده وانا واقف عامل كده، هتلاقي دايما الشيخ طلع في حاجه غلط، انت شايف ان في حاجه غلط، هي ايه مش عارف. تخيل ادم قدام وادم ورا يعمل لك الكادر ازاي؟ يعني ادم واحد بس فتحت رجل بسيطه كده وجربوها مع بعضكم بعد ما خلص، بعد كل واحد يجي يصور الثاني فوتوغرافيا بره. لما اجي اصور كده يعني انا هوريها لكم عملي، استاذنك حد بس يجي اوري له بس صوره يقف لينا كده بس، اي حد من حضراتكم اتفضل هوريكم بس الصوره عملي. اتفضل حضرتك بص، اقف كده، اقف لي عادي كده، ادي واقف، لا اقف عادي بوشك كده. بصوا يا جماعه الوقفه اهي، بصوا انا هوريكم بس دي طريقه تصوير، دي طريقه تصوير. التصوير عادي جدا خالص، مش مدي اي حاجه، وشكل الشيخ طالع الطبيعي اللي بيطلع مع اي حد اللي هو مش مظبوط. تعالى بقى، هو في نفس المكان، لف كده بالظبط، حط ايدك كده، بص لي هنا على الكاميرا، ادي الكادر. فوتوغرافي بمنتهى البساطه، اتغير شكلا ومضمونا وكل حاجه، يعني هو نفس المكان، نفس الزاويه، نفس كل حاجه، بس طريقه الوقف احلاوي. وخلي بالك، بص انت بتنقل، انت قادر تنقل غلط، قادر تنقل صح. انت اهو، هو كان واقف نفس الوقفه في نفس المكان، بقى ايه اللي اتغير؟ زاويه الكاميرا وطريقه الوقفه بس. هو نفس الطريقه ماشي. طب حد ينبهني، طيب يا جماعه اهو نفس الطريقه، هو كان واقف كده اهو، بص اهو، هو واقف نفس الوقفه الصح. هوريكم بقى اللي قبلها، دي وقفه، دي الاولانيه، بص عامله ازاي الثانيه دي. بص انت بتقول دي حلوه، هي حلوه ليه؟ مش عشان الوقفه، انت مش عارف، ما انا انت كنت عارف الوقفه ازاي. انت دلوقتي شايف الصوره مظبوطه، شايف الصوره مسرح ديت اهو، واقف وقف انا اهو، اعملها لكم كلوز اكتر، اهي اهو نفس المكان، نفس الوقفه، نفس كل حاجه، بس انت غيرت في البوزيشن بس بتاع الوقفه. ادي الناحيه الثانيه طالع اللي انا بقول لكم عليها، بص بص يعني
الموضوع اختلف خالص. اللي انا كنت بقول لكم عليه فتحه الايد الواقفه عامل كده كطريقه التصوير. ايوه ما هي دي بقى مشكله، دي مشكله. اول حاجه قالت بيقول لك ايه، هي دايما انا بقول لكم ده تبقوا علم بالشيء، هي مش مشكلتكم انتوا اولا، هي مشكله لو انت بتصور المخرج بس. احنا دلوقتي احنا بنتكلم، احنا اللي نشتغل بنفسنا بس، مجموعه دي حاجه ثانيه. انا دلوقتي انت مش مطلوب ان انت تصور يعني برنامج، انت دلوقتي بتعمل حدث. حلو الكلام، ايوه حلو الكلام. المجموعه بقى انت دلوقتي انت بتصور ازاي، ما تخليهمش برضو واقفين كده ازاي بقى بزاويه برضو. انا بتكلم دلوقتي حسب الوقف، انا دلوقتي انت بتتكلم دلوقتي مثلا الاساتذه واقفين هنا اهو، حلو الكلام. انا هيكلمني ازاي، هيتكلم هيبص ازاي، يعني في فرق. لو انا بتكلم كده يبقى انا هصور كده كده مش كويس. لو انا بكلمهم الثلاثه واقفين جنب بعض كده وعايزهم كلهم يتكلموا بشكل كويس، انا واخد الزاويه كده، الزاويه اهي، فكل هو اوريدي بيبص لي للكاميرا بعدلتها، هو بيعدل بجسمه، يعني بيعدل بجسمه. انا ممكن واحد يا جماعه يكون حجمه نحيف خالص بس انا طالعه من كده، ده الالف ب السيدات خاصه، وجاي يقول لك ايه، والنبي ما تطلعنيش تخينه، ما تطلعنيش مش عارف ايه. هو هي فاهمه ان ما تطلعنيش ان انت اللي هتطلعه او الشخص اللي موجود، ما تطلعنيش انت اللي هتطلعه تخين او تطلعه رفيع، هو متاكد من كده تمام. انا ممكن يبقى عندي الحجم كبير بس انا هقدر اعمل ازاي، هقدر اصور فلتر بتاع الكاميرا عامل ازاي. انا بصور مثلا بكام، لو انا شخص واحد يا جماعه في عندنا الاوبشن بتاع، لو انا بقدم معلومه بس الاوبشن بتاع اللي هو الكاميرا البورتريه اللي احنا بنسميه بورتريه في الموبايل. حلو الكلام، انت معظمنا بيبقى معاه التليفونات الحديثه في الاوبشن بتاع البورتريه ديت، كلمه البورتريه دي. فانا بصور بالبورتريه، البورتريه ده بيفصل لي الخلفيه اللي ورا وبيبروز لي الصوره بتاعتي. انا شخصيا بتبروز وانا واقف كده بشكل الكادر كويس، بيمنع لي الخلفيه شويه. ده في حين ان انا بشتغل مع شخص واحد مجموعه، ما ينفعش اشتغل معاه بورتريه. ليه بقى؟ الفوكس هيروح، التركيز هيروح من واحد لواحد لواحد، مش هيبقى مظبوط. لكن انا بشتغل بمجموعه عادي، دلوقتي انا معايا مجموعه وعايز اصور. انت بتقول لي دلوقتي المجموعه مع بعض، انت بتصور، هتصور سوشيال ميديا، هتصور موبايل صح؟ تمام. انا مجموعه مع بعض، انا بروح للي بيتكلم بالموبايل كده بحجم الكادر. يعني انا دلوقتي انا ممكن انا ماسك المايك اهو وانا ثلاثه بيتكلموا مع بعض عملي اهوت. معلش استاذنكم بس بعد كده تعالوا، ممكن نقف هنا كلنا. استاذ حضرتك معاهم يا فندم شيخنا، نرجع بس ورا شويه. بص انا في فرق زي ما انت بتتكلم كده وانا عامل الكادر كده وعمال اقول لهم بقى ايه، اهو انا كده ماشي نتكلم، هم واقفين بنفس الطريقه كده بيتكلموا بالاسلوب اللي انا بقول لكم عليه مش تمام. لكن انا دلوقتي بعمل كده، كلهم لفوا لي فين بجسمهم، هتلف عليا حضرتك لا يعني بعدله بالطبيعيه. انا باجي انت بتتكلم اهو، الثلاثه اهو ادي العدله اهي، انا بروح لده الاول اهو بيلف معايا شويه، وبروح للثاني اهو بيلف معايا شويه، وبروح للثالث اهو بيلف معايا شويه. بس مش عايزك دايما ما توقفهمش صف عزك، انا بوقفهم دايما عامل الصوره بالمعامله الطبيعيه اللي انت بتشوفها في الحياه. يعني انت ما فيش حد هتيجي تتكلم معاه بيوقف لك كده، يعني ما فيش حد انت بتتكلم معاه في الحياه بيوقف لك كده. احنا بقى بنستعملها كده ازاي لو في عندي مشكله اضاءه، لكن انت هتستخدم موبايل والموبايل بيشتغل دايما اوتو ايرس اللي هو بيشتغل او بيظبط الصوره لوحديه. يبقى انا دلوقتي بقى واقف المجموعه كده مع بعض عادي جدا، وبقوم جاي بالظبط كده وبتناقش معاهم، قول لي يا دكتور كذا كذا اهو، ورحت كذا كذا، واهو رحت كذا كذا اهو، انا واقف في نفسي بعيد اهو مني، انا ما شكلتلوش مايك، انا سمعته باخد رايه في حدث وبنفسي عادله. الفيرتيكال اللي انا بعملها الفيرتيكال كده اهو، انا هسجل الفيديو وهتشوفوه الفيرتيكال العادله بتاعتي. انا بتكلم مع الشيخ اهو، الشيخ هو معايا اهو، بتكلم معاه بقول له يا شيخنا قول لي كذا كذا، ايه انت رايك في الموضوع عامل ازاي؟ فالشيخ اتكلم معايا بعد كده، طب حضرتك يا دكتور ايه رايك في الموضوع؟ فبيتكلم معايا، فجيت هنا قلت له طب وحضرتك يا دكتور انت ايه رايك في الموضوع؟ اتكلم معايا، هوريكم الفيديو في منتهى البساطه اهو، اتفضل حضرتك. بصوا اهو من هنا لهنا لهنا اهو في منتهى البساطه اهو. بص هو الدكتور اهو، اول حاجه رحت له من الزاويه بتاعته كلمته، وبعد كده رحت للي بعدين. انت شايف الكادر بالنسبه لك مرتاح ليه؟ مقاساته مظبوطه، عينك هي اللي بتشوف كده. انت لما تكون واقف بتتكلم مع حد هتكلمه كده تمام.
احنا بنتكلم انا رحت له اهو تاني اهوت عشان نبقى عارفين اهو ادي اول حد اهو ده اللي كنت بتكلم معاك فيه ادي اول حد اهو الكادر مظبوط رحت للي بعديه رحت للي بعديه حد عنده اي حاجه تعباه في الصوره دي قول لي يا فندم لا ما هو انتقال المفاجاه ده حسب طريقه الحوار يعني دي انت ما هو دلوقتي بص دايما انا بستخدم الموبايل ده دايما بينقل حدث انت دلوقتي معظمكم انتوا واقفين مثلا في اي ايفنت ولا حاجه بتقوم جاي ماسك الموبايل عايز تلحق الحدث فانت لازم سحبه الموبايل ما بيعملش كده تمام انا واخد ما انا واقف اهو معايا ما انا لسه بقول لك اهو الانتقال انا الثلاثه بيتكلموا هيتكلموا معايا تمام وانا ما عنديش اي ادنى مشكله ادي واحد اهو ولما جيت نقلت للتاني انت حسيت في اي هزه نقلت التالت هي يا جماعه ديت هي منتهى البساطه على فكره دلوقتي بقت الافلام بتتعمل بالموبايل احنا دلوقتي بنخش مهرجانات فيلم الموبايل في 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 اسلوب ده حاجه اسمها الوان شوت اللي انا دلوقتي ما بعملش جامب كات ولا بعمل الكلام ده كله ده غير اللي انا بتكلم دلوقتي انا يعني انا لحد دلوقتي باجي دلوقتي فقره الفتاوى على صفحه دار الافتاء اللي هو بيطلع يقول بيساله وقاعد عنك لكن واحد يقول لك ايه عم جاي القعده مظبوطه بتاعتي خالص وبتكلم جالي سؤال في بيقول لي كذا كذا طب انا السؤال بتاعي هرد لك بطريقه وقعدني معاك في المكان قعدني يعني اللي دايما كنا بنتكلم فيه اللي هو تجديد الخطاب هو الموضوع مش والله ما موضوع تجديد الخطاب الديني قد تجديد الاسلوب الديني انا بالنسبه لي مهم جدا خلي بالكم يا جماعه يعني هو الخطاب هو الخطاب احنا مش هنالف دين تاني بس طريق هو بيقول لك تجديد الخطاب الديني هو بالنسبه لي مش تجديد انا تجديد الاسلوب اسلوب ازاي ان انا اتعامل مع الناس اتعامل اوصل لهم اوصل لاسلوبهم مع احترامي لاي حد ما اوصلهمش دايما في ناس بتبقى انا اتعاملت مع مشايخ قبل كده هم شايفين من كتر الـ العلم اللي هم فيه ما ينفعش ان انا انزل عايز اقول لكم بقى بالمناسبه اتعاملت مع كل الناس من اول صلي حسان ويعقوب بص وكل الناس دي تعلم وكل حد يعني خلال معاملتي مع الائمه دول كلهم يعني في الكويس وفي اللي مش تمام انا بصراحه مش عشان خاطر انا موجود هنا انا ما شفتش في حياتي واحد زي الدكتور اسامه الازهري والله انا الدكتور انا اتعاملت معاه يا جماعه يعني انا كنت دايما بتعامل مع اي شيخ بيبدا انا بقول لك وتعاملت مع الدكتور مجدي عاشور جامد الدكتور مجدي عاشور بالمناسبه هو هيعرف اللي بتقوله احمد الجنايني هو هيعرف الوحيد اللي لما جيت اتعاملت معاه قلت له هو ده هنعمله قال لي انت عصبي قلت له ما هو مش هسيبك تعمل اللي انتوا بتعملوه تمام فكان دايما لما كنا بنيجي في ناس دايما كده بيبقى انا بسميه ضعيف الامكانيه مش ضعيف الشخصيه الامكانيه مش مساله شخصيه يا جماعه انا اقعد ازعق هو المخرج مش بيزعق الفكره كلها المخرج مش بيقعد يزعق عشان الزعيق اللي بيزعق ده مش عارف ينفذ ده ضعيف المخرج اللي بيزعق تنفيذ حاجه غلط هو عايز يوصل لها صح يعني انا جيت الدكتور كله كان بيبقى طبعا لما ايام قناه الناس وانتوا كلكم عارفين الدكتور كان ليه بوزيشن ليه وضع الكلام ده كله انا بتكلم بصراحه في شغلي فطبعا كان كله بيخاف عشان ما يزعلش الدكتور لو كده فالدكتور كان بيخش بيعمل فكل اللي بيعمله الدكتور بالنسبه له صح هو محدش نبهه محدش قال له انت بتعمل غلط فلما جه اتصدم معايا في برنامج كنا بنعمله كان البرنامج ده هتشوفوه كان بيتزحف في رمضان سن كان بيقول دعاء النبي كان بيجي في الاخر صورته بطريقه سينمائيه وهو قاعد بيدعي خد الفوتوغرافيا اللي انا صورتها له حطها على صفحته بقى كل شويه يحط الدعاء بتاعه بالصوره دي نتيجه ايه هو شاف ان في حد قال له انت بتعمله غلط الاسلوب يعني يا جماعه دي الشغلانه دي في منتهى البساطه الصح صح جه الدكتور اسامه الازهري اول ما جينا الدكتور طبعا مستشار السيد رئيس الجمهوريه وكل الكلام ده كله تمام بس انا دلوقتي انت جاي لي في شغلي في منتهى انا عايز اعرف الراجل اللي قدامي ده هيجي يتعبني ولا هيجي يعمل معايا ايه؟ أول لقاء بيني وبينه. قلت له يا دكتور حضرتك أعمل شغلي ولا حضرتك اللي أنت عايزه؟ حد طبعا كان هيقول لي طب ما أنا كنت شغال مع ناس قبل كده
انا بقعد وهم بيشغلوني، هو انا بقعد في المكان ويلا اشتغل. الراجل الوحيد من ضمن الناس اللي بيحترم تخصص كل واحد في شغلته. جيت قلت له يا دكتور، قال لي اللي انت عايزه يا استاذ احمد انا معاك فيه، شوف انا معاك فيه. فالراجل بالكلمه دي اداني ايه بقى؟ اداني المساحه. فاشتغلت بطريقه اللي انا عايز اطلع. ايه النتيجه بقى؟ النتيجه ان الناس شافت الراجل بصوره جميله جدا وهو بقى مبسوط، طالما كل واحد تخصص. لكن لو كان الدكتور تدخل في شغل، لا انا قلت له انت محتوى بتاعك انت انا ماليش فيه، انا ما بفهمش. انا ما بفهمش، انت لو قلت وانت بتقول اللي هيصلي هيخش النار دي بتاعتك. انا بقول لك اهو، يعني انت دي بتاعتك، انا مش مسؤول عنها، بس انا مسؤول ان انا في ايه، في حاجه بتعامل مع السوشيال ميديا. الحاجه ديت لما هاجي هتتحط على السوشيال ميديا هتعمل لك مشكله ولا مش هتعمل لك مشكله؟ دي طريقتي بقى. دي يعني هو دلوقتي قاعد ومتصور غلط، دي مشكله الدكتور اسامه، مشكله مخرج، مشكله مخرج. فهي الشغلانه في منتهى البساطه لكل واحد تخصصه، بس يكون فاهم في تخصصه. الناس كلها واخده فكره ان المخرج يلا يا جماعه مش عارف ايه الصوت الكلام هو، طب لا، هي الموضوع مش كده خالص والله. الموضوع الموضوع كله في منتهى البساطه حد فاهم في شغلته بينفذها. فانت حضرتك بقى كراجل خطيب وامام مسجد، مش معقوله هتبقى دي شغلتك وانا اجي اعدل عليك فيها؟ مش معقوله اقول لك انت ازاي طريقتك تتواصل مع الناس؟ مش معقوله اقول لك وانت واقف في حدث تيجي تقف؟ يعني انا بقى بعلمك ازاي تيجي تقف. انا احنا في الدوره ديت بنعمل ايه؟ بنحط خطوط ازاي تتعامل مع الكاميرا، ازاي تقف مع تبص للكاميرا، ازاي تتعامل مع الجمهور، ازاي اسلوبك وانت قاعد في البيت في الموبايل. يعني بيبقى بتشوف ناس، يعني المشايخ كبيره حاطين الموبايل وفوق دماغه والدنيا فاضيه والنور بايظ ووشه مش عارف ايه. لا انا دلوقتي بص، هو الراجل بيصور بالكاميرا دي، النور جاي على مين؟ جاي على وشي. لو النور مش مظبوط على وشي، وشي هيبقى يعني انا اهي ايديا اهي، اهو انا قدام الكاميرا قدام النور اهو، في ايه بيحصل على وشي؟ الشادو ده الظل اللي بالعربي، الظل ده يبوظ كادر يا جماعه. ما ينفعش ان انا دلوقتي اقوم جاي واقف قدام لمبه كده اهو بنفس طريقه هوريكم بنفس، اقوم جاي اعمل كده اهو، انا كده وشي بايظ تمام. لكن لما اجي كده بصور كده في صايد اهو واخد وش اهو، وش طالع مظبوط. دي يا جماعه نقط مهمه جدا. واقف في الشارع، واقف في مكان انت عايز تصور، انا زاويه الشمس جايه من ناحيتي اهو، الشمس منوره وشي واخد الصوره كويسه اهو، باخد الصوره كده كويسه، الكشافه مكان الشمس، عملت كده قطعت النور على وشي. ده مهم جدا، حاجات بسيطه على فكره. انت بقول لك دي في حياتك اللي انت تبقى ماشي بيها، انت بتتصور انت ولادك في مكان كويس، شوف زاويه النور جايه منين. ما ينفعش الشمس تبقى جايه ورايا واقوم جاي اعمل الموبايل كده، انا هطلع اسود يا جماعه، دي حاجه اسمها سلويت، بنطلع اسود كده. الشمس ليه بقى؟ ورا اوفر اكسبوجر بالنسبه لي. النور بيبقى عالي بالنسبه لي من ورا، لما اجي امسك الكاميرا خلاص الشمس غطت على العدسه، فمش هشوف حاجه، يا اما هتطلعني اسود، فانا بلف. فدي واقفه حتى كمان، انا عايز حد كل واحد فيكم لما يجي يبتدي يصور، انا عايز اشوف تغيير بقى في طريقه، عايز اشوف اسلوب اللي اتغير، طريقه مسكته للموبايل اتغيرت، طريقه تصويره لنفسه اتغيرت، وكل واحد يطبق عملي. لا وانت شوفها انت بنفسك، صور نفسك. لا انا كده مش بس. ممكن واحد يكون بيعامل حاجه حلوه جدا بس مش عارف يوصلها لي. يعني واحد بيقول ابتهال ماسك الكاميرا وعماله تعمل كده، يا عم تعبت لي عينيا، هقوم جاي قافل الصوره واسمع صوت. ما انا لازم الحته دي تبقى موجوده عندنا كلنا. هو مش مطلوب منكم ان انت تبقى الحرفيه، انا مش بقول لك تعالى اخرج لي برنامج، انا بقول لك اديني البيزك، الحاجه الاساسيه السهله ان لما تيجي تعملها تعرف تعملها لي. انت حضرتك قاعد دلوقتي في البيت هتقعد شايف العبايه بايظه، لا ما عنديش مشكله خالص لو قمت جاي عادل جسمي كده وتعدلت كده، يعني في كمان زوايا، انا دلوقتي بصور كده، دي اسمها لو انجل، انا ما ينفعش ان انا بعمل كده. لو حد هو اتصور كده هيطلع بني ادم ضخم. يعني انا دلوقتي بصور نفسي كده اهو،
بصوا شكل عامل ازاي وانا بصور نفسي كده. دي زاويه يا جماعه، زاويه كاميرا، زاويه كاميرا بسيطه جدا. انت بتعمل زاويه كاميرا بسيطه جدا، نفس الوقفه اهو، هو هو نفس الشخص في نفس المكان اهو في منتهى البساطه. زاويه الكاميرا، زاويه الكاميرا دي مهمه جدا. انا ما ينفعش ان انا دلوقتي وانا قاعد على كرسي عايز اقول لناس فتوى ابقى حاطط الكاميرا كده. حاجه اسمها البوينت اوف فيو، ان انا ما بقول لك دي بقى ايه لغه الحوار في البدايه. انا قاعد دلوقتي قدام الناس اهو بكلمك زي زيك كده، فانا دلوقتي اتعامل مع الموبايل ده شخص، الكاميرا ديت هي شخص، الكاميرا دي ما فيهاش، هي بني ادم. انت لما بتيجي تتكلم بالكاميرا بتكلم بني ادم، شوف انت حابب تتكلم بني ادم ازاي. هو الكاميرا قدامك بتحطها بتتكلم مع الكاميرا، بتتعامل مع الكاميرا، الكاميرا دي واحد واحد قدامك بتفهمه ازاي. يعني اتعامل مع الكاميرا دي شخص. وخلي بالك بقى في نقطه مهمه جدا يا جماعه، ما حدش يقول مثلا لو بيشتغل في المجال الاعلامي ان انا ايه يا عم انا عادي وما حدش بيشوفني. احنا خدنا قاعده كده، لو بتشتغل في الميديا، لو بتعمل شغلانه، اشتغل الشغله دي لواحد زي ما بتشتغل لمليون بنفس المجهود وبنفس الشغف بتاعك. انا دلوقتي بقول ما فيش قاعده اسمها ان انا ما فيش حد. انا دلوقتي لو واحد بس اهتم بيك ان هو يتفرج عليك اديله كل مجهودك. لو واحد ردي يفتح الموبايل ويتابعك اديله كل مجهودك. ما فيش حاجه اسمها حدش بيشوفك. واحد زي مليون بالنسبه لي. انا دلوقتي بشتغل برنامج يجي يقول لك يا عم انت في حد بيشوفكم؟ يا عم انا بالنسبه لي لو واحد خد من وقته خمس دقايق وقعد يتفرج عليا انا ليه كل الاحترام على دماغي من فوق، فهديله كل التقدير وكل المجهود اللي هقدر انفذه له عشان يتفرج عليا. محدش يا عم ده خمسه سته اللي اتفرجوا عليه، لا ما فيش الكلام ده كله. لازم دي قاعده، خلي بالك دي اول، دي اساسيات النجاح، دي اول طرق النجاح. ان انا لما اجي اشتغل ما احسبش الكم اللي انا هشتغل عليه. لو في واحد خد من وقته دقيقه ولا خمس دقايق حب يتفرج عليك لازم تخلص له في الحته دي. لازم تقول له ان لازم تقول له انا عندك، انا بشتغل لك. ودايما الحميميه في الشغل ان انت بتشخص له الموضوع ليه هو. لما بتيجي تتكلم معاه انا بتكلم ليك لشخصك انت. بتكلم انت مهتم بيا تتفرج عليا انا اهتم بيك 10. وخلي بالكوا الحاجه اللي معموله باخلاص بتوصل للناس كلها. دي حقيقه. وربنا ما بيضيعش اجر حد ولا اجتهاد حد، انت راجل بتسعى عشان تقدم، اتفضل. لا طبعا طبعا طبعا. يعني انا دلوقتي كنت بعمل برنامج زي حكاوي القهاوي الجزء الثاني من 10 سنين في التلفزيون المصري. صاحب الله يرحمه يحيى تدرس اللي كان عامل حكاوي القهاوي توفى والبرنامج بيتذاع في مسبيرو زمان يا جماعه. ده الشيخ هي المسج بقى، هي دي الرساله. هل انت متفق ان انت تعمل حاجه الناس تستفاد منها ولا لا؟ بس خلي بالك الاستفاده مش من وجهه نظرك. ما انت ممكن تعمل لي حاجه انا ما استفدتش منها. لا انا دلوقتي حد تعب. يعني احنا كنا بنيجي نعمل برنامج، كان برنامج رجال صدقوا مع الدكتور اسامه. البرنامج دوت البرنامج كان يا جماعه في رمضان 10 دقائق. انتوا متخيلين ان الماده العلميه اللي كان الدكتور بيقعد يحضرها، يقعد بقى دي شغلته دي حاجته. والله انت قلت غلط انا مش عارف، انت قلت صح انا مش عارف. نسجل الحلقه والدكتور ممكن نعيد الحلقه عشان غلطنا في 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 معلومه. طب انا اعرف منين ان الدكتور بقى الفيدباك بتاعه كده؟ الدكتور كان بيبعت لنا بيبعت لي رسائل من السنغال ومن تنزانيا. بص انا بكلمكم فيها يا جماعه، من دول افريقيا كلها ومن دول اللي ناحيه روسيا والكلام ده كله. بعت له ان هم شافوا الحلقه وبيشرحوا لي الحلقه وما شافوهاش تلفزيون، شافوها سوشيال ميديا. فبيكلموني عن تفصيله الحلقه ولما قلت كذا 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 انا اهتميت ان انا اعمل ده صح والدكتور ده يعمل صح فوصل للناس فالناس قدرته صح. فالناس اهتمت بيه، الناس شافته صح. الناس لما لقيته ان في مجهود لا وبيقول لك المعلومات. يعني هو كمان كان جايب مشايخ من كل بلد او حد كان في اللي درس في الازهر في اللي كان موجود هناك.
فانت فكرت الناس بحد عندهم ليه قيمه، فالناس انت عارف زي تفاصيل الحياه اليوميه. فاكر لما كنا بناكل يا ده كان يوم كذا كذا، هو ده اللي حصل. ده انت والله يا مولانا فكرتنا لما كان كذا كذا. انا راجل مخرج بقى، انا ماليش راجل بالماده العلميه. انا كان ايه قمه سعادتي في الوقت ده؟ ان انا اتشافت انا كمخرج، ان الفيديو بتاعي اتشاف. انا ماليش دعوه بالماده العلميه، ماليش دعوه يا دكتور ده صديقك ده حبيبك ده، انا ماليش دعوه. انا ليا عدد ان في ناس شافت الكلام ده. انا صح، انا عملت مجهود، المجهود ده وصل للناس بالطريقه اللي عايزينها، اللي احنا عايزين نوصلها لهم. ما هو ليه بقى بيتسمى الميديا ديت او الاعلام الطلقه السحريه او الحقنه تحت الجلد اللي ما بتتحسش بيها، اللي انا ممكن احط لك فيه السم في العسل واشربه لك. زاويه الكاميرا اللي بقول لك عليها بتختلف. انا جايب واحد عامل السكينه كده، انا صورته بطريقه، انا جايب هو اللي بيتضرب. لو انا فتحت الكادر شويه ايه اللي بيحصل؟ هو كان بيموت بالظبط كده. الموضوع في منتهى البساطه. انا عايز اوصل انهي مسج، انا عايز اوصل انهي رساله للناس، اوصلها ازاي؟ عشان كده الاعلام ده يا جماعه مفيش، يعني في الدول اللي بقى انتوا شايفينها دي كلها مفيش حاجه اسمها اعلام حر. مفيش حاجه اسمها ان انت دلوقتي بتبقى ماشي انت بتوصل الرساله اللي انت عايز توصلها بمزاجك. انا ممكن اصوركم دلوقتي صوره واحطها لكم واقوم جاي اعمل التعليق عليها. انا وصلت الصوره اللي انا عايز اوصلها بالطريقه المعينه باسلوب معين. وياما بقى تلاقي اللي عمال يقول لك وضح وانت مش عارف ايه كذا. وياما احنا بنشوف دلوقتي ان اي حد بيكح دلوقتي على السوشيال ميديا، بتلاقي ما فين ما بين معارض وما بين اللي متفق معاه وما بين اللي بيقعد يشتم وما بين اللي فهي دي النقطه. الموضوع خطير جدا، موضوع خطير. فالاهم بقى بالنسبه لي ان انا دلوقتي كخطيب وامام مسجد ما ينفعش ان انا اسيب نفسي عرضه للناس تاخد مني حاجات وتدمر لي اللي انا المجهود اللي انا بعمله كله. اسلوبي في الكلام، طريقه تصويري، طريقه العرض بتاعي. طبعا في مرحله متقدمه بقى المونتاج والكلام ده. احنا بنتكلم دلوقتي معايا الموبايل، انا دلوقتي قاعد في البيت وعايز اقول حاجه، عندي معلومه وعايز اقولها، فبحطها بطريقه كويسه، بصور بطريقه كويسه، بشوف انا الكادر بالنسبه لي مستريح له، ونطبق الحاجات البسيطه جدا اللي انا بقولها ديت. طبقتها ولقيت انت ذات نفسك مرتاح لشكلك، يعني انت لما حد بيجي يصور تقول له ايه ممكن تصورني الصوره دي تاني؟ مش عاجبني شكلي. انت مش عاجبك شكلك ليه؟ مع انك توقف هتاخد وضع، هتقوم جاي واقف، هتضحك، هتعمل. لا، انت خلي دايما الصوره هي اللي تتكلم عن نفسك. دايما لغه الصوره اهم كتير من لغه الصوت. وخلي بالكم في نقطه مهمه جدا لازم تعرفوها، لما المعلومه توصل لي وانا مغمض عينيا، دي مش صوره، يبقى بلاها صوره. يعني انا دلوقتي لو ماسك الموبايل وبسمع الموبايل معلومه كده ومش محتاج ابص على الصوره، دي على طول اذاعه، دي على طول راديو. لكن لو انا بسمع الحوار والحوار ناقص له ان انا اتفرج على صوره، دي تلفزيون. يعني انت دلوقتي بتتفرج على منتج، المنتج ده لو شفته وفهمته من غير ما تتفرج عليه مش محتاج ان انت يبقى فيه صوره. لكن لو شفته وحسيت ان هو ناقص حاجه لازم تكمل بالصوره، دي تلفزيون، دي قاعده ثابته على طول. دلوقتي انت في الراديو بتسمع الحاجات، انت بتسمع في العربيه وانت ماشي او بتسمع في اي وقت، تسمع الموضوع عادي، انت مش محتاج انت تشوف الشيخ. لكن لو انت دلوقتي مضطر لازم تشوفه، الشيخ بيقول لك طب انا عندي كذا وعمال يوصف لك كذا، ما انت لازم تشوفه. لو لقيت الموضوع مش مكتمل، دي على طول صوره. ودي كانت البند في دي القاعده على طول. انا بعمل دلوقتي برنامج تلفزيوني في القناه. البرنامج دوت لو حد بيسمعه من غير ما يبص له ووصل له المسج، انا كده ده راديو ما ينفعنيش، ده بالنسبه لي صح غلط. لكن دلوقتي اما باجي اعمل ماده في المية او بشتغل الموضوع اركانه مش مكتمله، دي كده صوره وتلفزيون صرف. اشتغل برضو بنفس الطريقه كده، بنفس المدة، بنفس الشكل، بنفس الطريقة، بنفس العرض. هي ديت ده الملخص. أنا بس عايز أشوف لو أي في حد فيكم محتاج تفسير، محتاج استفسار، محتاج أي حاجة، أنا معاكم ومنتظر أسئلتكم. لو في أي حد عنده أي حاجة عايز يفهم اتفضل. آه
لا هقول لك على حاجه، ما في فرق ما بين الخبر الحدث وان انا بنتج بعمل خبر. خبر ازاي حدث؟ حدث بيحصل دلوقتي لازم انقله بشكل، يعني دلوقتي آنية اللي هو دلوقتي حالا، انا دلوقتي في بقول لك في عربيه بتجري وعايز اصورها، هقول للعربيه تعالى اقف في فعاليه. لا فعاليه انت دلوقتي انت قادر، لو فعاليه انت بتنقلها مثلا، انا دلوقتي بعد بتكلم مع الراجل بيصورني، هو دلوقتي بينقل اللي انا بقول زي از لايف، هو ما يقدرش يتحكم فيا ما يقولش انا بقف فين، هو يقول لي اقف هنا لو في نور ولا حاجه زي كده لو احنا بنصور موضوع. لكن انا بنتج الحدث لازم اوقفه كويس، لازم اعدل احطه في المكان اللي صورته تبقى طالعه كويس. وخلي بالكم يا جماعه مهم جدا ان انا اصور ان الموضوع ما يبقاش فيه زي ما قلت لكم ان الظل ما يبقاش على وشي، ما انت فقدت كتير، فقدت انت ممكن تشوه وش واحد او تشوه ملامح واحد من خلال انت مصوره غلط. الموضوع في منتهى البساطه، هي الموضوع انت بتقول انا الصوره طالعه وحشه ليه؟ مش طالعه وحشه يا جماعه، انت مصور وحش، هو الراجل كويس والله يعني الراجل شكله كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل خالص، انت بس اللي صورته وحش، انت المشكله فيك انت. تيجي تقول له هتيجي تقول له انت بقى جايب الحج عليه، ما تقف عادي، انت واقف غلط كده ليه؟ هو مش واقف غلط، انت اللي واقف، انت اللي ما وقفتهوش، انت اللي صورته صح. ما انت لو ايوه لو صورته صح هو هيعمل كده. هو موضوع في منتهى البساطه، الكاميرا اللي بعينك هي الموضوع كله، تحب تشوف الموضوع ازاي؟ اتفضل اتفضل. علي صوتك شويه. جوجل جلوبال. لا بص، حاجات اللاينسز والحاجات اللي هي بتبقى موجوده ديت دي حاجه خارجه عن الاطار. بس عشان احنا ايه، لو حبينا نشتغل اي حد يا جماعه، بس بنشتغل اي حد عشان اللي عارفين، بس انا كراجل مخرج انا بقول لكم هو ده عشان بس اللي جايين صراحه. يعني ايه انا برضو وضح لي دلوقتي، بكره حضرتك تقرب بس كده وتسمعني صوتك عشان بس الناس كلها، اتفضل عشان الناس كلها تبقى سامعه انت بتقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك الدكتور احمد ابو طالب، مدير الدعوه بقاضي الجيزه. كنا سجلنا هنا حلقات في شهر رمضان الماضي مع التلفزيون المصري. الحلقة بعد ما شاء الله حازت على كتير جدا من المشاهدات، فجأة اتشافت واتحذفت، قالوا جلوبال ميديا هو اللي حذفها. فايه السبب؟ هم دخلوا حاجات ميديا من بره جابوها من على يوتيوب فضفوها على الحلقة. ايوه سؤالين بعد اذن حضرتك. ازاي اطلع انا في البرنامج في مثلا التلفزيون الحكومي، ازاي اطلع بنفس الروح اللي بطلع بيها على التلفزيون الخاص؟ وكيف انا مثلا بطلع على القنوات المصريه ما عنديش نفس الروح اللي بطلع بيها على القنوات الخاصه، وما بلاقيش المخرج اللي بيساعدني على هذا الاداء، ازاي اتغلب على الجزئيه دي؟ نفس الحته بتاعك
السؤال الأخير بعد إذنك. أنا على الهواء، المذيع اللي قدامي سألني سؤال، إزاي أحافظ على الثبات الإنفعالي بتاعي؟ ده مهم. أيوه، ما أنا بسأل حضرتك عشان كده، إزاي أحافظ على الثبات؟ لأن ممكن سؤال من المذيع يهزني أقع على الهواء. طب أسألك بس أخد الإجابة في الوقت بتاعي. إن أنا دلوقتي حد سألني سؤال، حد بيوعنا، أستوعب السؤال حتى لو أبتدي أبني كلمات بسيطة ما تخلينيش أتلجلج لحد ما أعرف أجيب الرد، وأبان إن أنا ما هي دايماً الأسئلة اللي بتيجي، الأسئلة المحرجة، إن هي حاجة فقهية ولا حاجة علمية أنت بتتسألها. نفترض أنت مش إنسان نسي، مش محضر، تمام؟ فببتدي يعني اجهز نفسي. فطبعا انت معاك مذيع رخم يا مولانا، انا بقول لك على الحته دي، انا بقول لك ازاي انت في كده، تمام؟ لازم ادي لنفسي الاجابه الوقت البسيط، ان ما بانش ان انا مش عارف، وفي نفس الوقت اعرف ارد الرد الصح، تمام؟ هي دايما المواقف دي بتقع كتير مع الناس، وطبعا لو اتلقطت لهم على السوشيال ميديا بيبقى فخ، الفخ ده ممكن يوديهم كلهم في داهيه، يقول لك ده الشيخ. انا عارف، هي دي لازم. ده انا دلوقتي ابقى انت قاعد بالبدايه مع مذيع، انت عارف ان المذيع ده مفخخ يعني، فتبقى عامل حسابك. يعني دلوقتي انا رايح مع واحد عامل انترفيو، الانترفيو بتاعي ده عارف ان الواحد ده هيوديني في داهيه، اعمل ايه؟ ابقى مجهز نفسي، ما انا ما اروحش ان انا مع واحد عارف ان هو هيحرجني، واجي اقول لك ايه؟ سالني سؤال مفاجئ على الهواء. طب ما انا عارف ان هو مؤذي اساسا يعني، وانا ليه ابقى مستعد؟ يعني مبدئيا ا ب من البدايه انا ببقى مستعد للموضوع. بعد كده السؤال جه، ابتدي اخد هدوء، تبقى متاكد وعارف ان اللي بيعمله ده هو قاصد يستفزني. طالما انت عرفت ده انت مش هتستفز. بس ده الهدوء قدام الكاميرا بالذات، خاصه لو لايف. لايف بالذات دي ما ينفعش ان انا دلوقتي اسلم، ما بيعش نفسي. يعني انا ما بقاش انت حاطط امجاد سخنان، انت بتقولي كذا كذا، لا انا خالص. لازم يا جماعه، وخاصه كمان مش طالما حد معارضني انا صح على طول، لا، ما انا لازم استبله، انا عايز اجاوب الحجه والمنطق في اي حاجه. العقل بتاعي هو استجاب خلاص. في سؤال ضيف عزيز بيقول، لو امكن اعطاء نموذج عملي من خلال مش عارف تكليتي كل امام ايه، مش عارف تكليف كل امام بتصوير احد الاشخاص صوره وفيديو لمده ثانيه وتعليق حضرتك. يعني دلوقتي اللي انا فهمته من يعني عايز يعني انت عايز دلوقتي نموذج عمل من خلال ان في كل امام بيتصور، يعني هو بيصور ولا هو اللي يتصور؟ لا يعني انا عايز افهم دلوقتي، انا دلوقتي معايا امام بصور نفسي. لا، ما هو اتفضل، ما انا عايز افهم، انت عايز تضرب ان انت يعني انت اللي بتصور ولا بتصور نفسك؟ بتصور مع حلو الكلام. طب ده، ما انا بقول لك دلوقتي، انا دلوقتي مثلا تعالى، يعني مثلا اي حد، لو حضرتك يعني حضرتك تعالى وتعالى نجرب مع حد، تعالى نجرب مع حد بس. بصوا يا جماعه، خلي بالكم، مفيش احسن من انت التجربه. خلي بالك، ما انا قلت الكلام، في اللي هيبقى موجود هيبقى مهتم ان هو يعمل ده، وفي يقول لك يا عم كبر دماغك، احنا كده كده الدنيا ماشيه. فكل واحد ليه، دي برضو طريقه. لا 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 والله، لا انا بقول لك دي طريقه تفكير، يعني انا ما عنديش مشكله خالص على فكره. انا بقول لك، ما في عندنا مخرجين، في مخرج اسما، وفي مخرج وظيفه فعلا، وفي مخرج فعلا بيشتغل. ما بقول لك دول كلهم مختلفين، كل واحد حابب يبقى عامل ازاي. دلوقتي انت حضرتك بتقول لي ان انت عايز ان انت تصور ولا عايز تتصور؟ تمام. تمام. ايوه. دلوقتي هقول لكم اهو. بصوا دلوقتي، انا دلوقتي الضيف معايا اهو، ماشي ماسك المايك اهو. دلوقتي انا عايز انا واقف كده، هوريكم بس.
سؤال. دلوقتي مثلا في ورث، في واحد دلوقتي عنده اسره وعايز ميراث وبيقسمه الورث الشرعي، انت هتتكلم ازاي؟ او الاول اعرف الوارثين مكونين من مين؟ او المتوفي الاول، اول حاجه ذكرها منسى، طب مات وترك الورثه اللي موجودين، اب ام زوج زوجه بنت بنت، بشوف المكونات اللي انا هقسم عليها التركه، وبناء عليها ببدا احدد كل نصيب لكل فرد من الايه اللي هيورثه. بص بقى يا جماعه دلوقتي، هو الراجل قال السؤال بيتجاوب Yeah.
لو انا عندي يا جماعه المايك بتاعي واصل مديني صوت بيور على الموبايل، انا ارجع واخد المساحه. لو انت عندك بيقول لك ما بيدعمش التصوير الافقي بتاع الفيرتيكال بتاعك بيبقى شغال بالطول. ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر لايف. ده لايف بس، لكن فيديوهات عاديه ما ينفعش عادي. طب ماشي، حلو بقى، حلو اللي انت بتقوله. ماشي يا جماعه، ماشي. انا دلوقتي انت بتتكلم دلوقتي، انا عندي طريقه بتعالج الموضوع ده خالص. الطريقه عندي بالنسبه لي مهم، عندي الصوت. انت شغلتك كلها صوت، فاهمني؟ حلو. دلوقتي يعني التدريب المنطقي البسيط دلوقتي، هو دلوقتي حضرتك جالي والنبي يا استاذ احمد امسك المايك عشان خاطر الناس تسمع. هي فكره الموبايل معاك. انا دلوقتي بتكلم اهو، فكرتي ان الصوت بتاعي وصل لحد الاخر، مش عامله مشكله. فاتكلمت اشتغل عليه فيرتيكال عادي جدا واخد المساحه بتاعتي. نفترض دلوقتي انا عندي مكان كبير، المجموعه اهيت دلوقتي قاعدين بيعملوا لي حدث، تمام؟ وعشان ما اخشش البرنامج لزق والكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده، عايز اجيب ده. انا طالما الصوت عندي تمام، مش محتاج ان انا اقرب عليهم، اخد المساحه بتاعتي عادي جدا واصور بالفيرتيكال عادي طالما الصوت جاي عندي بيور، تمام؟ ليه بقى؟ هي دي بتبقى مفيده في السوشيال ميديا بالذات حاجتين. يعني احنا دلوقتي كلنا بقينا نيجي نصور، حتى البرامج بتاعتنا البرامج بنصورها بالسوشيال ميديا بطريقه والتلفزيون بطريقه. احنا التلفزيون عندنا 9:16 العادي جدا الاتش دي بالعرض، ده الطبيعي بتاع الشاشات. دلوقتي اللي احنا اتشربنا بقت فيرتيكال، بنعمل بنلف الكاميرا. ليه بقى؟ هي دي ميزتها. في حاجه ميزتها ان انت مساحه الموبايل عندك كله بيبقى عليها الفيديو بالظبط. دي حلوه في ايه؟ ان انا ما فيش حاجه مش شاغل بصرك بحاجه تحت
ولا حاجه فوق. انا دلوقتي دخلت على الموبايل بتاعي، هو ليه ابلكيشن تيك توك والحاجات دي كلها عامله فيرتيكال. طب ما كانت الاسهل تعمل الموضوع دلوقتي، هي شافت حجم الشاشه عندك عامل ازاي ولعبت عليها. دي كمان خلي بالكوا دي في التاثير، يعني انت من ضمن الخطوات اللي انت لازم تبقى اللي انت لازم يكون عندك تاثير من الفيديو بتاعك انت بتعمله، تاثير بقى شخصي وتاثير الصوره زي ما احنا بنتكلم. انا عايز اسيطر عليك طول الوقت، ما خليكش تهرب مني. وما ينفعش يا جماعه وانا بقى طالع لايف، لما اجي اطلع لايف وخلاص ما اطلعش لايف واقعد اعدل على الهوا. يعني مش انا دلوقتي اهلا بكم في حدث كذا كذا، لا يا جماعه انا دلوقتي عارف انا جاي من بدري وعارف الحدث هيبتدي امتى وعارف وضعي امتى، احط الموبايل لو عندي ستاند احطه جاهز بنفسي بالموبايل ثابت، ابتدي اشتغل اريك وانا كده. ما اخليش المشاهد اول ما يجي يفتح اللايف بتاعي يخش على اللايف الاقي البتاع بيتشقلب مني. يا جماعه ده بيأذي العين فهبعد عنك او هجري. يبقى انا كده في داتا وفي معلومات وقعت مني. انا دلوقتي عايز اخد الموضوع، انا ثابت الاول موبايل في البدايه، مرتب نفسي مجهز نفسي على الشغل اللي هعمله في البدايه. دي احنا مثلا ما بنيجي نصور بنروح نصور في لوكيشن يقول لك ايه الكرو جاي امتى، انا عندي مثلا التصوير الساعه 10، انا الكرو مثلا بيبقى معايا من الساعه 8، ده كده الوقت كده متاخر، عندي اضاءه وعندي الكاميرات وضع الكاميرات. يجي الحدث يجي، احنا بننقل ازاي مؤتمرات الرئاسه يا جماعه؟ مش احنا بنعمل بروفات قبلها؟ يعني انا دلوقتي الاحداث كلها انتوا شايفينها دلوقتي اللي كانت طالعه على الشاشات عندنا، الاحداث دي كلها معموله دي لايف. هل انا دلوقتي مستني لحد ما المسؤول يخش وابتدي اظبط كاميراتي؟ مستحيل طبعا، مش منطق، هنصرف عنك على طول. ده انا بكلمكم، انا بكلمكم دي كشغل بروفيشنال، انا بكلمك انت بقى مش مطلوب منك ان انت تبقى محترف قد ما مطلوب منك ان انت بتعمل اقل حاجه ان انت عشان تظبط لك الصوره. في سؤال بيقول ماذا عن المؤثرات السمعيه؟ مراعاه طبيعه المستقبل، هل هي تؤثر على طبيعه المرسل؟ كيفيه تمييز الخداع السمعي؟ لا ما هي الفكره كلها بقى ايه؟ دي مراحل متقدمه. في حد فيكم بيشتغل اي فيديوهات على المونتاج؟ حد بيمنتج فيديوهاته؟ ماشي. حد انتوا دلوقتي كلكم كنا بنسال في لايف، حد دلوقتي عنده فقرات ثابته او حاجه معينه بياخدها يمنتجها وبعد كده بيطلعها؟ طب ماشي، مين بقى اللي بيمنتج؟ حد بس كده ارفع لي كده. ماشي. السؤال صاحب السؤال مين؟ ماشي يا فندم. حضرتك بتمنتج؟ ما هو السؤال ده لما اجي اسال اصل دلوقتي مش في بقول ايه ان انا ازاي ان انا اميز الخدع والمؤثرات الصوتيه. الساوند افكتس في اي مكان معروف. انا دلوقتي باجي عايز ان انا دلوقتي اعمل استرس على حدث معين، هتلاقي في كان زمان كانت مدرسه بوم طخ ورزع ايام ما كان بقى الناس اللي كانوا مسكين قبل انقاذ الناس صلي بوف اعمل بوف. دي كلها ساوند افكت. هو فاكر ان هو الاول كانت الناس بتاثر بيها، يعني الناس الاول كانت بتاثر بيها وكانت بتقعد وتلاقي صريخ وتلاقي مش عارف ايه. دي كلها ساوند افكت يا جماعه، دي كلها ساوند افكت، كلها بتخدع الموضوع اللي قدام. شيل بقى التراك الصوت بتاع الساوند افكت دي، هتلاقي الموضوع بلح عادي طبيعي، ما فيش اي حاجه بتاثر، ما فيش اي حد اتاثر بالموضوع. فانا دلوقتي بعمل الساوند افكت ده ليه؟ عشان اثر عليك ان انت اساس. لكن دلوقتي مثلا زي ما انتم بتشوفوا على السوشيال ميديا، هو انت حضرتك قتلت فعلا صوت يسكت بعد كده ايه مع ساوند افكت الصوره مع افكتس بتاع الصوره، الصوره بقت ابيض واسود بعد كده ساكته بعد كده جاي رادد؟ لا انا ما عملتش اي حاجه، بس انا ركزت على الحاجه المعينه. فنيجي بقى عند موضوع المونتاج، الناس اللي بتمنتج بقى المونتاج ده يعني هو الروح الشغلانه. انا دلوقتي عندي دلوقتي بدله رحت جبت، انا جبت رحت جبت قماش، عايز يعني جلابيه كده ولا جبه كده حاجه محترمه،
بتروح تشوف احسن ترزي وتقول انا عايزه ايه افصل عنده بتاع. انت بتديله طوب القماش، ما بتدروش حاجه، بتديله طوب قماش، بتجيب قماش غالي. رحت عند ترزي خد القماش بتاعك بوظهولك، رحت عند ترزي خد القماش بتاعك، القماشه واحده غاليه اهي، خد القماش بتاعك فصله لك بس طلع لك حاجه محترمه. هو ده المنتج يا جماعه، بمنتهى البساطه. انا دلوقتي عايز اوصل المنتج بقى هنا بقى، انا دلوقتي اديت الاول ماتيريال دي، الماتيريال اللي انا جبته صورت بيه بالموبايل، صورت بيه بالكاميرا، الماتيريال ده الماده الخام اللي انا هشتغل عليها. الماده الخام ازاي بقى اوظفها؟ انا عندي عناصر المنتج ايه؟ صوره وصوت. الصوت ده بيحتوي بقى على ايه؟ المؤثرات الصوتيه وكل حاجه. الصوره بتحتوي على ايه؟ المؤثرات البصريه اللي هي الجرافيكس، افتر افكتس، الحاجات دي كلها. دي حاجه بروفيشنال، دي مش مطلوبه منكم خالص، بس انا عندي دلوقتي اللي هو بيبتدي يتعامل في المونتاج. كلنا عندنا على الموبايل الابس الكتير اللي هي كاب كات والحاجات الكتيره ديت، ومديالك فلات ومديالك حاجات. ودايما لما هاجي العب بالمؤثرات البصريه ما اشتغلش كتير بمؤثرات بصريه عشان ما اخليش حد يسيب المحتوى اللي انا عايزه ويفكر في الحاجه الثانيه. بالظبط. هاجي اقول لك ايه يا عم اللي انت عامله في الفيديو ده؟ مش هسيب هسيب الماده خالص اللي انت عاملها، يعني هسيب الموضوع اللي انت عامله واخش في حاجات. دايما الدين الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها الدين بيبقى هادي، ما اقعدش استخدم صخب عليه، اوصل المعلومه فيه حتى لو بقول لك ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقوم جاي كانك انت بتحط على المتفضل، بتحط مثلا علامات الترقيم بتاعتك والقوسين والكلام ده كله. ده احنا بنعملها في الفيديو ازاي؟ ان انا سكتات اللي هي بقى طريقه الالقاء، ان انا دلوقتي تلويني الصوتي ازاي، ان انا اغير تون صوتي ازاي، ان انا اتكلم ازاي، ان انا يعني انا دلوقتي دايما لما يكون عندك كان شخصين بيتكلموا، انت بتشتغل في التسجيل الصوتي زي ما احنا بنسجل في او بلغه شخصين. حتى هتلاقي يا جماعه الناس اللي هم في اذاعه القران الكريم المحترفين ايام مدني والناس الجامدين دولت، دايما لما كان بيجي يتكلم يقول لك ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلان كذا كذا، او عن فلان كذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيبتدي يغير في تون الصوت لما الرسول اللي هو الحديث عن الرسول او الشخص اللي هينطق الحديث او اللي هو قال عن فلان. مهم جدا 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 ان هتلاقي مثلا ايه، وقد صرح كذا كذا انه كذا كذا. بص بيتعامل بلغه الشخصين. يعني انت مثلا تيجي بتتكلم قدام الموبايل، جه حد سال الشيخ فلان قال له كذا كذا، فالناس الجمال الناس اللي بيتكلموا بلغه رفاهيه بسيطه جدا يقول لك ايه، قال له ايه، قال له يا شيخنا، وبيبتدي يقلب. هتلاقي دي لغه التواصل عنده بتوصل للناس كويس. يا شيخنا انا حصل معايا كذا، قام قال له رد على الشيخ قال له ايه، قال له يا ابني اعمل كذا. هتلاقيه تلقائيا هو مش عارف قانونيه او مش عارف المنهج اللي هو بتاع الموضوع، بس هو عشان دي طبيعه. ايوه هي الفيوس اوفر، بس انا بتكلم بقى دي لو انت بتتعامل كمان مع ناس. هتلاقي دايما اللي بيخش بالطريقه ديت بيوصل للناس اسرع، ان هو لو في عدد من الناس بيتكلم على لسانهم بيحكي موضوع، الموضوع ده فلان قال وفلان قال، بتلاقي فيه تلوين صوتي في الموضوع. غير الفويس اوفر بقى، الفويس اوفر انا دلوقتي بتكلم ان لو انا بتكلم اخبار عاديه انا في تلوين صوتي في الخبر، لان انا بقول لك زي في اللغه العربيه كده احنا بناخدها بالكتابه، في عندكم علامات الترقيم، ان الوقفه اللي انت بتستوب، ان انت بتحط بتبروز الكلمه ما بين قوسين، بتعمل الكلام ده كله بتعملها ليه؟ عشان خاطر لما اجي اقرا ان انا اقف عند الحته الفلانيه واعرف ان الجزء ده بتاع فلان الفلاني اللي قاله. طب انا اعرفه ازاي بقى في الصوت؟ هي دي الحاجه اللي اسمها تلوين صوتي في الفي او. دايما هتلاقي حد بيتكلم كويس فبيبتدي يشتغل على الحته دي، وخاصه الناس المحترفين فيها. بيقول لك بقى كيفيه كتابه دي، السؤال ده بتاع ده زحف شويه، كيفيه كتابه الخبر بالطريقه الصحيحه، وهل هناك اسس وقواعد اعلاميه؟ طبعا يا الخبر دي عارفين مواضيع التعبير زمان، احنا دي اللي كل درس صحافه عارفها. مواضيع التعبير زمان يقول لك ايه، مقدمه وجسم وخاتمه، تمام. الاهم ما في المقدمه الجذب، هي اهم عنصر في عناصر الخبر الجذب. ازاي؟ ان انا دلوقتي زي ما قلت لكم في اول الكلام، الخبر ايه؟
الحادث ايه؟ لما انا اجي اقول رجل عض كلب ده خبر، لكن كلب عض رجل ما ده مش حادث خالص، مش عامل. انتوا الايه؟ ما طولش فيه. هيتوقف على حاجه معينه. انا دلوقتي انا نوع الحدث اللي بعمله ايه؟ هل انا جاي يعني دلوقتي مثلا ايه، لو انا جاي بقدم مثلا حاجه زي كده النهارده، مثلا دلوقتي في محاضره، فباجي اقول خبر دلوقتي في محاضره يعني، او هتكلم بصيغه ان لسه هتحصل شيء وان حصل شيء، حصل انا بقول وقد حضر كذا 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 كذا، نستمع للايه؟ للندوه. تمام؟ لكن لما اجي اقول بقى بصيغه بقى المضارع اللي انا بقى هبتدي اشتغل عليها، ان هيحاضرنا فلان الفلان وفلان الفلان، فنستمع. في ناس ايه؟ لا، ما انا بقول لك، انا دلوقتي باجي اقول لك ايه، حلقتنا اليوم عن كذا 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 كذا، وهيكون موجود معانا فيها دكتور فلان الفلاني، وهيكون موجود معانا فيها دكتور الفلان الفلاني اللي هيكلمنا عن اهميه الوضوء. يبقى خلاص انا ده عنوان الموضوع. مفيش حاجه اسمها ان انا دلوقتي، او في حد بيقول انترو بيقول فيه كل اللي هيحصل في الحلقه؟ لا، ده برومو. لا، ده في حاجه اسمها برومو. برومو ده اللي انا بقول باخد اهم، لو البرومو دايما في الحلقات المسجله، ان انا دلوقتي عملت حلقه وعايز اعمل تيزر، عايز اعمل تسويق للحلقه دي، اعملها ازاي؟ ما السوشيال ميديا برضه انا ممكن اعمل على فكره برومو بالسوشيال ميديا. مش انت دلوقتي، ما احنا اتفقنا يا جماعه دلوقتي كلنا، اللي هو بيقول لي سوشيال ميديا وفي كلمه اتقالت كويسه، ده هيفرق. انت مش شغال لايف، انت شغال مسجل، يبقى انا اخد اهم قطع من الكلمه من اللي انا سجلته، واقوم جاي حاطه عامله ترويج. خلي بالكم يا جماعه، المهم الموضوع ده مهم جدا. انا 15 ثانيه ولا 30 ثانيه ازعهم من حاجه قبل ما ازعها، دي ممكن تعمل لي ترويج كبير جدا للماده اللي هتتذاع. ما هو بقى دلوقتي ايه؟ بقى دلوقتي حتى القنوات دلوقتي بقت تجيب لك اهم ما يعني باراجرافات. ليه بقى؟ هو ليه انت دايما بتشوف الفيديوهات متقطعه؟ مشاهد او جمهور السوشيال ميديا بطبيعته كده بيزهق. ده ما فيش حد يا جماعه يعمل فيديو لو زاد عن 5 دقايق، ده ما ينفعش غير اللايف اللي انتوا بتعملوه. لو بتعمله مسجل عايز المعلومه توصل بسرعه وتوصل وتثبت في دماغ اي حد، لازم الفيديو يكون صغير. ده لو قدرت، بص في قاعده ذهبيه ودي كلكم عارفينها، واعتقد ان القاعده في الاعلام بالذات اسمها ايه؟ اقل عدد من الكلمات في اكبر كم معلومات. يعني دلوقتي عندي كم جمله بسيطه جدا بيتقالوا بس مدياني كم معلومات رهيب. بالظبط، خير كلامك. بس هي الفكره كلها دي قاعده. انا دلوقتي بتكلم اسمها القاعده الذهبيه، ان انا دلوقتي يعني انا دلوقتي قال له ده اللي انا دلوقتي بقول لك ايه، اعمل كذا بس. لكن انا بتكلم دلوقتي انا عايز اديك معلومه كامله. المعلومه كامله ازاي؟ القاعده الذهبيه، ان انا دلوقتي بقول لك عدد. مين فيكم يا جماعه قدام بيجي قدام ده؟ انت مش هقول لكم فيديو يا جماعه، انتوا لو لقيتوا بص واحد كاتب صفحه، حد بيقراها؟ تخيل انت ما بتقراهاش، حد هيقرا لك ولا هيسمع لك بنفس اللي انت بتعمله؟ واللي هيقراها يكون، واللي هيقراها يكون المهتم بيها. هو انت اللي هيهتم بيها. هو انت دلوقتي عايز لما تيجي تعمل فيديوهات، ولا عايز تيجي تعمل حاجه ديت، انت عايز توصل لاكبر كم من الناس، ولا عايز توصل للناس المتخصصه اللي زي حضرتك؟ ما هو احنا شغالين لبعض، احنا بنقابل بعض. لكن دلوقتي انا بشتغل للجمهور المستقبل. غير كده لا، كمان انا دلوقتي لازم اعرف هدفي، ان انا عايز اوصل لمين. دايما يا جماعه دايما بنحدد كده في شغلات الاعلام، في اول حاجه لما بتيجي تتكلم بمناسبه الخبر يا جماعه، او بمناسبه الحدث اللي انا بتكلم دلوقتي، انا عندي برنامج بعمله. البرنامج ده اول عنصر بقول فيه عليه حاجه واحده بس، بقول ايه؟ مين هو الجمهور اللي عايز اتوجه له؟
مين جمهور مستهدف؟ هل بقى عايز الناس اللي اعمار معينه ولا عايز الاندر ايدج؟ ايوه طبعا ماذا رسمي ها ايوه لا يبقى انت دلوقتي بص بقى شفت انا لسه بكام انت دلوقتي بتعمل الخبر ده مين المستهدف بالنسبه لك حلو الكلام بس انا ممكن دلوقتي او جاي عامل الموضوع برضو بقاعده اللي انا بحاول احضرك عليها بان انا اوصل الكم اختصر عدد ما اقدر بس اوصل كم معلومات ده مهم جدا خلي بالك يا جماعه انا بقول لكم تطبيق عملي انتوا كلكم قلتوا لو حد قدامه بيسكرول حاجه على السوشيال ميديا وعمال يعدي وبيخلص والله يقرا اول باراجراف وهيسيبها ويمشي حد فيك حد فيكم بيكمل لما الموضوع يكون يهمه لو الموضوع يهمك هتكمل يعني خلينا متفقين انت دلوقتي راجل دارس وبتدرس ماده علميه في حته معينه والموضوع اللي انت بتقراه ده هيفيدك في الدراسه بتاعتك هتكمله انت دلوقتي بتتعامل مع حاجتين لو انت بتتكلم ان الصحافه بتنقل عنك بتديهم موضوع مظبوط ما يحتملش معنيين لازم كل كلمه في الخبر ما تكونش هي معنى واحد ما ينفعش يحتمل معنيين عشان ما اقولش عنك عشان ما انقلش واحط العنوان ولمح فيه اللي هو انا بكلمك بغمزه وانت بتتكلم ده مهم جدا ان الخبر يكون الكلمه ما تحملش معنيين تاني حاجه ان اكون مقلل العدد اي حد انا بقول لك اهو ما فيش حد فيكم يا جماعه هيشوف ان هو اكتر كم فيديوهات بتتشاف على السوشيال ميديا اللي هي تك 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 لا غير السياسه انا بتكلم مش عشان خاطر طبيعتها الوقت انت عارف الدقيقه الافريقيه بتاع الدكتور مجدي عاشور عامله ايه في الاذاعه بلد دي بصوا اسمها ايه وخلي بالكم اذاعه والاذاعه دي ملكه الخيال اللي هي بتقعد تسمعها تتكلم دي افقيه دي عامله ايه دقيقه فقهيه طياره انت دلوقتي ده لغه السوشيال ميديا يا جماعه ان انا دلوقتي هو قال دقيقه قال فيها المعلومه وراحت تخيل دي بقى لو انت بتعامل بقى لغه الصوره كمان ان انت دلوقتي انا يعني انا كنت اتمنى بقى كراجل بقى امنياتي للموضوع بتاع وزاره الاوقاف والناس في الازهر والكلام ده كله نفسي حد يعمل الفيديو ده ان هو يطلع يقول ايه يا جماعه في كذا 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 غلط الصحيح بتاعها كذا يعني فاكرين كانوا في برنامج اذاعي زمان يقول لك ايه كل لا طبعا عليك كل ولا تقل هي دي كان الحاجات دي انتوا ليه حافظينها لحد دلوقتي يا جماعه قلنا يعني بالله عليكم كده ليه مقصره فيكم لحد ما تقوليش نوستالجيا الناس دي كانت بتخاطب خلي بالك الراديو والناس اللي كانت زمان يعني انا يعني بفخر بانتمائي للتلفزيون المصري من الاجيال اللي حضرت الاخر حاجه من الاجيال القديمه في الشغل التلفزيون المصري ده يا جماعه مدرسه وهو اللي طلعنا كلنا في السوق لما كنت في الاذاعه شوفوا يا جماعه الديلي او البرنامج اليومي بتاع مش هقول لكم تلفزيون سيبكم من التلفزيون البرنامج اليومي بتاع الاذاعه الايقاع السريع بتاع الصبح اللي كان بيحط البرنامج اليومي يا جماعه بتاع الاذاعه ده كان راجل دارس سلوك المجتمع المصري ومنهجه انا دلوقتي الساعه 7 عندي الساعه 7 الصبح ناس كلها رايحه الشغل شيخ محمد رفعت بيقرا قران هتلاقي بقى لا ايقاع الحقيقي سريع بيجري كلمتين وبس يا شوف مصلحتك مش عارف ايه القران مش عارف ايه على النص بيبتدي بقى اول ما بيبتدي اليوم من شغل الصبح يبتدي يخلص بيحصل ايه الريتم بيبتدي ايه الى ربات البيوت بقى جه ايه عشان الناس نزلت شغلها الناس قاعده في البيت ابتدى ايه يمد المساحه يا جماعة مهم جدا الجمهور المستهدف اللي انت بتخاطبه ازاي عايز هو دلوقتي يا جماعة ما هي مشكلتنا كلنا اللي احنا بنقولك ايه ماشيين بمبدأ يوسف شاهين انا بقولك ايه انت كلكم انت وانا انا اعمل اللي انا عايزه انتوا تفهموا تفهموا تفهموش
ده مبدا ده لكله. لا انت خلاص انت مش بتتكلم لوحدك يا حضرتك، انت راجل واخد علم ده وراجل درست في الازهر وراجل عندك علم اكتر مني. انا مطلوب منك على فكره، مش بتمني عليا بحاجه زي كده، مطلوب منك ان انت تقدم لي العلم الصحيح، ما تسيبنيش فريسه لاي حد. هل بقى ابقى ماشي شيخ اللي ماشي في منطقتي ابقى ماشي بتعامل مع الناس كده؟ ولما اجي اتعامل مع حد بيجي يسالني سؤال انا راجل علم؟ لا، خادم القوم سيدهم. هي الفكره كلها انا جاي علم عشان افيدك بيه. لغه يا جماعه، ده التواصل، ده الاعلام. حول بقى كل اللي انت بتعمله ده صوره، يعني حول له صوره ازاي توصل بيه. ادرس الناس اللي انت يعني انت دلوقتي واحد في قريه، هل دلوقتي يعني ايه خاطبوا الناس على قدر عقولهم؟ انت عندك ناس مثقفه في حته فلانيه. كنت دايما لما كنت مثلا في مصر الجديده، لما كنت دايما بحضر في مسجد، فكان في امام كان شيخ اسمه احمد، يعني ربنا يمسيه بالخير ويديله الصحه ولسه عايش يعني. كان الامام ده كانوا تحس الناس اللي كانوا قاعدين في الخطبه كانوا اللي بيسمعوا له كان ايه اللي هو مستني له على الغلط. فاللي كان بيطلع فاللي كان طالع يحضر كان بيبقى هو طالع على المنبر، وهو طبعا بيقول الدعاء وهو طالع على المنبر، كان بيبقى فيه كميه رعب وهو طالع، وهو قاعد بيبقى بص بقى مجرد ما ينزل مع المنبر الناس بقى المثقفين الناس اللي هم كده الخط. هل انا دلوقتي انا بتكلم بقى لو ما ردتش عليهم بالمنطق الناس دول خلاص هم علموا عليا، انا صاحب اللغه بتاعتي. لكن انا دلوقتي لازم ابقى عارف انت دلوقتي في مكان ناس بسيطه، اقعد اكلمهم اوصل لهم المعلومه باللغه بتاعتي اللي انا مش هقدر انزل عنها. هو ما هو يا جماعه هو يعني الشيخ شعر الله يرحمه هو وصل للمكانه اللي كان وصلها دي ازاي؟ يا جماعه اتكلم مع هقول لكم توفيق عكاشه الناس كانت بتتفرج عليه. دي بقى باللغه الاكاديميه المحترفه اسمها الجمهور المستهدف، تحديد الجمهور المستهدف. هو راح وصل للجمهور المستهدف من خلال اللغه دي. هو وصل لمين؟ وصل لده. فالناس بقى اللي هم بيضحكوا عليه حبوا يشوفوا هو بيضحكوا عليه بيقول ايه، فاتفرجوا عليه. يعني هم خدوه مد سخريه فابتدوا يتفرجوا عليه، فهو ارغم، هو وصل للناس اللي تحت وطلع الناس اللي فوق بتجي انا عايز اتريق عليك، فابتدوا يتفرجوا عليه. دي هي دي الموضوع في منتهى البساطه. الموضوع ده هو اسلوب. انا دلوقتي عندي جمهور مستهدف، انا عايز اوصل له ازاي؟ في سؤال تاني؟ الخبر انت دلوقتي الفنا الخبر؟ الريلز الريلز ما هي دي مالهاش ايوه ما دي مالهاش علاقه، دي مالهاش علاقه ولا اي حاجه بالاخراج ولا الميديا ولا الكلام ده، دي ليها علاقه بالحقوق الملكيه الفكريه مش اكتر من كده. كوبي رايت، ما تاخدش حاجه مش دور على حاجه الفري. يعني انت ما عايز مزيكا، عايز تسلك صوت، بخش على اليوتيوب بشوف الحاجات اللي هي ببلاش. بتخش انت فري ميوزك، لو انت عايز تخش بحاجه في حاجه ميوزك. اي حاجه بص السوشيال ميديا صعبه جدا 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 في التعامل مع الحقوق يا جماعه. يعني ممكن في حاجه تعدي على حاجه وفي حاجه تعدي على حاجه، لو انت ما عندكش السوشيال ميديا خلاص ماشي. في بقى حد يعني موضوع الخبر ده اللي كتابه الخبر ده حد وصلت المعلومه ولا تمام؟ احنا دلوقتي بنحدد دلوقتي كانك انت دلوقتي بتحدد المقدمه. الخبر اقول ايه؟ اقول اهم الخبر دايما اقول اهم ما في الخبر. يعني انا بكتب خبر اقول الحدث وبعد كده في المتن بشرح الحدث وبعد كده في الاخر بقول احنا وصلنا ايه. اتفضل. دكتور منسي ما هي بص هي قاعده واحده اللي هو الخبر. انا بتكلم دلوقتي عندي صفحه فيها خبر دلوقتي، انا الخبر بيقول لي ايه، انا ايه اللي هيشدني للخبر؟ مفيش حد هيتشد للخبر الا لما يكون في كلمه شاذه. الشاذ اللي هو الحدث اللي هو ايه اللي دلوقتي بنشوف حاجه ملفته. هو لازم يا جماعه من اهم عناصر الخبر ان هو يكون ملفت. خبر تلفزيوني خبر صحفي ملفت ده جذب على طول. دلوقتي انا في القبض على فلان هتقرا المتن
وفي الاخر يطلع لك ايه ده فلان وهو ماشي وطلع اسمه على اسم فلان الفلاني مش هو الفلان. لا 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 انت ما لا انت دلوقتي اتفضل. هو دلوقتي في موعظه خبر يا فندم؟ في موعظه خبر؟ احنا بنتكلم دلوقتي انت في حدث. ايوه ده خبر افتتاح مسجد. انت عشان لو انت جبت مين المسؤول في 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 الحدث؟ حضور فلان الفلان لافتتاح كذا، ده خبر، ده الخبر ده. خلي بالك ده البوليتيكال، ده السياسي، ده السياسي. لكن دلوقتي لو هقول لك على حاجه، كم الاخبار اللي نزلت وكم التعليقات اللي نزلت وكم المواقع اللي نزلت اشتغلت على البرنامج بتاع الدكتور علي جمعه لما قال للبنت لما ده خبر يا باشا. الناس اشتغلت على فيديو قال لك ايه احنا هو الجنه دي هيخشها كذا كذا، الدنيا اتقلبت. ما هو الخبر اتكتب ازاي بقى؟ دكتور علي جمعه يقول كذا كذا كذا. انت بقى ومن غير ما تشوف كده قريت ده اللي ما شافش يعني ناس كتير دخلت على الخبر وما شافتش الفيديو، راحت للفيديو من خلال الخبر اللي هي عايزه تشوفه. هو الدكتور قال كده ولا لا؟ فانت قريت، اتفضل. بص هي دي منافسه جديده جدا. هي دلوقتي كان دايما نقول ايه انتهاء عصر الكذا من ايام ما كنت انا من ايام ما كنت لسه بدرس تاثير التلفزيون المرئي على الصحافه الكتابه والكلام ده كله. كل حاجه بتنتهي بس بتتحول للاليه اللي بتشتغل بيها. يعني بقت الصحافه الالكترونيه دلوقتي بقت اسوأ من الصحافه الورقيه. الصحافه الورقيه انت كنت بتروح بتدفع من جيبك تشتري. خلي بالكوا دي ليها تاثير. يعني الناس اللي هي نوستالجيا اللي كانت بتقرا في الصحافه، ملمس الجورنال ذات نفسه كان بيأثر نفسيا. مش هتلاقي حاجه حصل زي الكتاب لما بتجيب. هل انت دلوقتي ما بتقرا كتاب الكتروني زي ما بتقرا كتاب ورقي؟ ليه بقى؟ لا، مع ان الكتاب هي الكتاب، لمسه الورق، ملمس الورق، الملمس ذات نفسه بتاع الورق ده كان ليه احساس. هتلاقي كل الناس القديمه اللي او الناس اللي بتحب الجرايد وبتحب الكتب او بتحب تقرا الكتب يقول لك لا انا ما مش بس هو على فكره المعلومه اللي موجوده على البي دي اف موجوده على النت هي اللي موجوده في الكتاب. الملمس يا جماعه، الملمس دلوقتي في واحد انا بتعامل مع الانترنت بس انا في ملمس ورقي دي خلاص الورق انتهى. بس في ناس لحد دلوقتي بتلاقيها واقفه بتكون في معرض الكتاب وعلى سوق الازبكيه والكلام ده كله بياخدوا بيحبوا عندهم مكاتب وبيحبوا يطلعوا. دي كل حاجه ما فيش حاجه بتنهي، هو بيقصر بس ما بينهيش. يعني اقول لك على حاجه، انت بتتفرج على الماتش على الموبايل الا لما تكون مزنوق. متعه الماتش على الموبايل زي متعه الماتش على التلفزيون؟ كل حاجه. بس هل دلوقتي السوشيال ميديا نهت الموضوع خلاص؟ هل دلوقتي ما حدش حد يرضى يتفرج على الماتش باستمرار على الموبايل؟ انت بتتفرج عليه عشان مضطر. متعتك يا باشا انت ليك اتموسفير كده انت بتعمله قاعد بتتفرج على الشاشه بطريقه معينه بمزاج. الماتش لو تتفرج عليه مسجل ولا هو لما يتلعب لايف؟ كل حاجه ليها 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 طبعات، مش متعه، ليها ليها التكنيك بتاعها وليها وضعها. انا دلوقتي ممكن اتفرج على الماتش لايف، لو الماتش اتعاد ما اتفرجش عليه. الـ 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 الافلام اللي بتتعملت في السينما، الفيلم طول ما في السينما ليه الزهو بتاعه، مجرد ما نزل مواقع ونزل تحس ان انت ايه بقى قديم. يعني كل حاجه يعني كانت السينما انتهت بقى وكده، كل حاجه تفضل موجوده. اتفضل. بص العمليه كلها بتفضل عمليه الضمير. انا دلوقتي لو انت جاي تشتغل معايا انا ممكن اخد من كلامك واديك في داهيه، ممكن اخد من كلامك يعني دي عمليه ضمير، دي مش دي عامل انساني، دي عامل انساني بحت.
أمانة نقل وأمانة مالية. أخلاقيات، هي إحنا عندنا مادة اسمها أخلاقيات العمل، أخلاقيات الإعلام وتشريعاته. إحنا كان عندنا حاجة اسمها زمان في أخلاقيات الإعلام ديت حاجة اسمها المسؤولية الاجتماعية اللي هي انتهت، إحنا مش عندنا مسؤولية. يعني أنا كنت دلوقتي متوصي إن أنا وأنا كنت بدرس المادة دي تشريعات الإعلام وأخلاقياته، كانت الدكتورة فضلة الدكتورة ليلى عبد المجيد كانت بتيجي تدينا مادة، كان المادة بتتكلم إن إزاي يبقى عندك أخلاقيات مهنة وقانون أنت مش هتتعاقب عليه أنت بينك وبين اسمها المسؤولية الاجتماعية. غير ميثاق الشرف الصحفي دي مسؤولية بيني وبينك، أنا مش هتحاسب عليها، بس أنا دلوقتي إن أنا مسؤول قدام المجتمع إن أنا ما هدرش قيمه اللي هي بتتعمل دلوقتي هدر القيم، مفيش حد ليه بقى؟ يعني نقمة السوشيال ميديا علينا خلت ان كل حد ما عنده بقى صوت صحفي، صوت اعلامي. انا دلوقتي بمسك الموبايل بقول يعني اللي عايز يكسب، اللي عايز يعمل، اللي عايز الكلام ده كله، بقيت اشتغل بيها المبدا ده. لكن انا كان اشتغل اعلامي، انا لحد وقتنا الحالي انا وانا شغال بعمل اي برنامج انا بحاول بقدر الامكان براعي الجزء اللي انا كنت باخده. انا عندي مسؤوليه، انا دلوقتي هتحاسب عليك لو انت اتنقلت لك الصوره غلط. في دي اخلاقيات، دي كانت والله كانت جوانا نفسيا. يعني احنا كنا بنيجي نتعامل بيها شخصيا بينا وبين بعض، يعني ما ينفعش يا جماعه في ضمير مهني اللي هو بنسميه ضمير مهني بقى، ان انت في ضمير مهني ما ينفعش ان انا انقل بالمنظر ده، ده انا حرام عليا، مع انها انت دلوقتي ما حدش شايفك. يعني بقول لك زاويه الكاميرا كده بقت كده، نقلت حدث مكان حدث. دي كانت مسؤوليه. دلوقتي ما فيش في حاجه اسمها مسؤوليه اجتماعيه في النقطه دي بالذات. اللي بيعرف يعمل حاجه هو اهم حاجه عنده بالنسبه لنا، قلنا ايه ترند اللي انت كنت بتقول عليه. انا دلوقتي احقق هدف ازاي؟ اتفضل. بص يا باشا، خلاص هي موضوع الرقابه ديت دلوقتي، انت رقابه ذاتيه. هو انا دلوقتي براقب عليك؟ انت دلوقتي معاك موبايل. احنا كنا زمان بيتعمل علينا، احنا كان بيتمسك الماده العلميه كانت او الفيلم ولا الكلام ده كله كان بتقطع. اتفضل يا فندم. في حد بقى سالني سؤال دلوقتي، هو بيقول لي ايه بقى؟ اتفضل يا فندم. اللي هو عايز دلوقتي ترشدني على مكان مصدر اتعلم منه الاخراج والعمل الاعلامي بمعايير اللي حضرتك قلت عليها ديت الكورس. في اماكن كتيره، بس خلي بالك في فرق ما بين مكان انت بتاخد بزنس بيقلبك في قرشين ومكان بيعلمك الماده الاعلاميه. انا يعني مش عارف دلوقتي، اعتقد في جامعه القاهره عامله، لا هقول لكم فين، في معهد الاذاعه والتلفزيون عندنا، معهد الاذاعه والتلفزيون. خلي بالكم اللي بيجوا كان بيديكوا بالذات خاصه في التقديم والكلام ده كله، كان ساعتها بيحاضر ناس كبيره جدا، دكتور جمال الشاعر والناس كتيره كانت بتقعد تحاضر وبتديكوا الاساسيات. حد عنده اي سؤال تاني يا جماعه؟ اتفضل. ربنا يخليك. تمام. محتوى. انت حضرتك لسه حاضر صح؟ يعني انت عايز ما هو ده اللي انا قلت عليه. ماشي. انا في عندي حاجه عشان اعيدها تاني عشان يبقى عارفين، في حاجه عندي اسمها، في طريقتين تصوير، في طريقه اسمها البوينت اوف فيو اللي انا بنفس مستوى الكابتر بتاعي، دي احسن وضعيه للكاميرا ان انا بنفس الحجم اللي انا موجود عليه. تمام. انا ما يكونش حجمي يا جماعه عشان برضه يبقى في حجم مليان قوي واقوم جاي كابس الكاميرا كده قدامي كده، لازم يبقى في مسافه. الصوت مهم جدا عشان المعلومه توصل كامله، الصوت مهم جدا. الزاويه، انا قاعد دلوقتي في مكان اهو، انا الكاميرا على مستوى نظري، تنزل تحت غلط، تطلع فوق غلط. الفوق دي هاي انجل، دي بيبين ضعف على طول. يعني باجي اصور حد من فوق كده ببين ضعف، باجي بصور حد من تحت كده ببين ضخامه. يبقى انا باخد ايه، حاجه اسمها بوينت اوف فيو، وجهه النظر، بصور عليها، بصور بزاويه. دايما قاعد، لو انا قاعد الكاميرا كده، قاعد الكرسي كده، بصوا عشان برضو عارفين، عشان دي اخر حاجه بقى تبقوا كلكم قاعدين. انا دلوقتي عندي ترابيزه، لو انا ما فيش قدامي حاجه تمام، قعدت كده والكاميرا قدامي كده، تجي كده القعده مش كويس، بقعد الكيرف كده، جسمي كده، شايفين جسمي عامل ازاي، وش الجسم اللي راح سنه كده، وش عامل كده، المكان الفاضي اكتر شويه بيبقى ناحيتي.
الدبس ده بيديني عمق في الصوره، بيديني الصوره مستريحه. تمام، عملت كده قفلت الكادر كله عليا بالشكل ده، بقى ما فيش عندي مساحه للعين مستريحه. لو انا عندي اكسسوار تمام قاعد وبدي جسمي كده، الاكسسوار ما يبقاش الناحيه دي، الاكسسوار يبقى من الناحيه دي في الفراغ، وما يكونش تقيل. دايما نخلي الصوره بسيطه، ودايما اخلي الصوره على نفس مستوى الكادر بتاعي، ما اخليش بقى زي ما احنا كنا المسمى العلمي الهيدروم وتحت الدنيا فاضيه وفوق. اتفضل. لا ده بقى انت في حاجتين، يا اما بتبقى له انجل، يا اما انت تبقى في قلب الاكاديميه والصوره جايه من بعيد ودي هتطلع عند قد كده. فبنعمل ايه؟ انا باخد الزاويه من بعيد، بس انا اللي بقرب عند الكاميرا وبخلي الباك جراوند ورايا. هتطلع انت واضح والصوره واضحه. وشكرا لكم، واتمنى تكون انتوا استفدتوا بس، وفرصه نتقابل مع بعض تاني ان شاء الله باذن الله.